محمد النهارده ان شاء الله يا جماعه كمان في حاجه اسمها بيراميدال بيراميدال اند اكسترا بيراميدال سيستم او بيقول عليها ديسندنج تراكس. ديسندنج تراكس كنا بعرف بعض يا جماعه اول محاضره خدناها الريفلكس اكشن اند اتس بروجكتس، ثم خدنا اكزامبل للريفلكسز، خدنا حاجه اسمها ستريتش ريفلكس بكل ما له وما عليه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن عمر النصيب، هنتكلم على حاجه اسمها ديسندنج تراكس او بيراميدال اند اكسترا بيراميدال تراكس، او بقول عليها بيراميدال اند اكسترا بيراميدال سيستم. اذا كان لنا عمر النصيب ان شاء الله المره الجايه هيبقى لنا محاضره بعنوان حاجه اسمها ابر اند لور موتور نيورون ليفل. ان شاء الله تكون هتبقى المحاضره الجايه معاكم ان شاء الله. فنحاول نستفيد لان المحاضره الجايه مبنيه نسبه كبيره على محاضره النهارده. خلاص؟ ده احنا متعودين دايما يا جماعه بنقول حاجه اسمها انتروداكتوري كيس. الانتروداكتوري كيس بتاعتنا بتقول ايه؟ انا قايل عنوان المحاضره بعنوان حاجه اسمها بيراميدال اند اكسترا بيراميدال تراكس، او بقول عليها ديسيندنج تراكس. 60 يير اولد مان، واحد عنده 60 سنه. لا قدر الله حصل له ايه؟ فور اكسيدنت او شيء، فتعرض بحاجه اسمها انتراكرينيال هيموريج، نزيف في المخ، اظن ديت كومن كومبلين. وان شاء الله لما نيجي ناخد الانترنال كبسول المحاضره اللي بعد الجايه تيجي تاخدوها ان شاء الله هتعرفوا انها ليه الانتراكرينيال هيموريج دي كومن. اللي هو شفوي. وتلاقي الناس كبار في السن بيبقى عرضه لهايبرتنشن، ضغط عالي. اتنفس بره مع الضغط العالي ضغط عالي فجاه، فممكن يحصل انتراكرينيال هيموريج برضه. فلاي سبب واحد عنده 60 سنه سواء اتعرض بقى لكار اكسيدنت، او سواء كان هايبرتنسيف ونوت تريتد ويل، او اتنفس مره واحده وحصل نزيف في المخ اللي بقول عليها انتراكرينيال هيموريج، فقد الوعي، حصل له نصف كونشسنس، اتنقل للمستشفى، دخل العنايه المركزه اللي هي الانتنسيف كير يونت. عملوا له اللازم وهم بيعملوا له الاكزامينيشن لقوا في حاجه اسمها ساينز اوف افكشن اوف برايمري موتور كورتكس. يبقى واحد عنده 60 سنه فقد الوعي، عملوا الانفستيجيشن اللازمه، الفحوصات والاشعه اللازمه، وجدوا ان في حاجه اسمها الايه انترا كرينيال هيموريج، ولقوا فيه ساينز اوف افكشن اوف برايمري موتور كورتكس. طيب ايه هو البرايمري موتور كورتكس؟ وايه هي الساينز اوف افكشن للبرايمري موتور كورتكس؟ مانيش عارفها. يبقى محتاج اعرفها. وايه هي الساين وايه الباثوفيسيولوجي بتاعها؟ يعني بمعنى اما يحصل مشكله لازم ابقى عارف سببها ايه، مش مجرد كده ايه بحفظ وبصم واقول خلاص. فلو جيت بسرعه كده اطلع بقى الليرنينج اوبجيكتيف اللي عندي، يبقى لوجيكال محتاج اعرف الفولانتري موفمنت بتتم ازاي، وايه هو الموتور كورتكس، يعني ايه برايمري موتور كورتكس. يبقى اول هدف عندي ايدنتيفاي ذا سيكولي اوف اوكيرنس اوف ذا فولانتري موفمنت. يعني انا دلوقتي انا اللي بتحرك بمزاجي دلوقتي، انا اللي ماسك القلم وبكتب، انا اللي بدي وشي ناحيه الداتا شويه عشان ابص، دي فولانتري ولا انفولانتري دلوقتي؟ المفروض انها فولانتري. طيب تتابع الحركه ده بيتم ازاي؟ او الميكانيزم اوف فولانتري موفمنت بتتم ازاي؟ المفروض اعرفها. ثم محتاج نقطه مهمه جدا اعرفها، الاوبجن ثم الكورس ثم ديستنيشن فانكشن اند افكت اوف ليجن اوف حاجه اسمها بيراميدال تراكس وحاجه اسمها اكسترا بيراميدال تراكس. يعني كل تراك اللي هتكلم عنها النهارده محتاج اعرف هي بتطلع منين، سكتها ايه، البصري بتاعها بتنتهي فين، ايه الفانكشن وايه الافكت اوف ليجن. ثم كومبير ذا رول اوف دايركت او بقول عليه بيراميدال تراك اند الاندايركت بقول عليه اكسترا بيراميدال تراك ان كنترولنج موتور اكتيفيتي. دي جاست انيوميريشن الاهداف او النقط الاساسيه او العناصر المحاضرة اللي هنتكلم عنها النهارده. أول حاجة عندي محتاج أعرف إيه؟ الفلانتري موفمنت دي بتتم إزاي؟
علشان اعرف الفلانتري موف بتتم ازاي لازم اعرف حاجه اسمها موتور كورتكس. واحنا بنتكلم في السنسيشنز خدنا حاجه اسمها سنسوري كورتكس. جزء من السيريكال كورتكس مسؤول عن البرسبشن اوف سنسيشن. زي ايه اللي سمعت عنها يا جماعه؟ يعني على سبيل المثال سوماتيك سنسوري اريا 1 اريا 3 1 2 سمعنا عنها؟ ده بيوصل لها ايه؟ سنسيشن صح؟ زي ايه؟ زي البين تصوير. طيب اريا 5 و7 دي سوماتيك دي عباره عن سنسوري اريا صح ولا لا؟ لو حصل ايجن فيها يحصل ايه؟ حاجه اسمها استريوبنوزس. يبقى لوجيكال ركزوا يا جماعه منطقيا كده. لما قلنا محمد ومحمود اصحابه ماشيين مع بعض على طول كويسين وشطار وايه؟ وبنلاقيهم الاثنين بيذاكروا من المحاضره مكتوبه بخط اليد واحد فيهم بيكتبها. بس ما شاء الله خط ايده في الانجليزي ما شاء الله مش بعد كده. فجه محمد غاب في يوم جينا ندور على المحاضره اللي اتكتبت فين يا محمود اللي اتكتب؟ قال لك انا ما كتبتش او ما اتكتبتش. يبقى منطقيا احط في دماغي مين بقى اللي كان بيكتب؟ ها؟ محمد. نفس الكلام انا عايز اعرف الفانكشن تدل قوي لو ظهر ليجن. يعني انا لما بقول لك اريا 5 و7 لو حصل ليجن فيها هيحصل حاجه اسمها استيريوبنوزس. يبقى منطقيا ايه الفانكشن بتاعت اريا 5 و7؟ يبقى استيريوبنوزس. طب يعني ايه استيريوبنوزس؟ ان انا وسبنوزد اقدر اعمل ايدنتيفيكيشن لكومن فاميليار اوبجكت ان ماي هاند صح ولا لا؟ وبتعتمد انا بحاول اعمل ريفريشمنت لكم يا جماعه ونقط بتتسالوها. والاستيريوبنوزس دي بتعتمد على ايه؟ هل سوبرفيشال سنسيشن ولا ديب سنسيشن ولا ميكسد سنسيشن ولا كومبايند؟ هما الاثنين ميكسد او كومبايند. ليه؟ لان انا محتاج سوبرفيشال للديب. ما ينفعش احط مثلا القلم على ايديا كده هو تيجي تعمل زي ما خدته في اللابات او زي ما تاخده. اجي احط القلم او حاجه على ايديا كده واجي اقول له ايه غمض عينيك حاسس بحاجه يقول لي لا اقول له انت يبقى انت عندك استريبنوس. لا لازم شرطين. لازم تكون اولا فاميليا بوكشت صح ولا لا؟ تاني حاجه نحاول نحسها مش مجرد احطها على الايه؟ على الهاند كده خلاص كلام كويس. المدخل ده علشان اعرف ان في حاجه اسمها زي ما في جزء من السريبرال كورتكس بيريسيف بيرسبشن بيستقبل سنسيشن في جزء بيدي موتور فانكشن. الجسم عندنا يا جماعه زي ما تديله يديه هات وخد ما هوش بتاع مصلحه. زي ما السريبرال كورتكس هتوصل له معلومه لازم يرد بريسبون صح ولا لا؟ وبالتالي اللي هيرد ده اللي هيدي موتور امبلس بسميه حاجه اسمها الموتور كورتكس. الموتور كورتكس موجود فين؟ واجزاءه ايه؟ وايه الفانكشن بتاعته؟ هيتقدم فود ديتيل بعد كده ان شاء الله. بس احنا هناخد النهارده نبذه بس مختصره عنه عشان تفيدني في المحاضرات اللي جايه، لكن هيبقى موضوع منفصل بعد كده. هذا السيريبرال كورتكس بنقسم السيريبرال كورتكس انتو 30 لوبس. حاجه اسمها الفرونتال لوب، حاجه اسمها البارايتال لوب، الفرونتال بارايتال اوكسيبيتال ثم تمبرال. يبقى هم اربعه قدام اهو اللي هم مين؟ ها فرونتال ها بارايتال ها تمبرال ثم اوكسيبيتال. في ناس بتقول فيه فيفث لوب. ما تيجي تاخد ان شاء الله حاجه اسمها الليمبيك سيستم، ده الحضره المنفصله لوحدها، ده بيعتبروه الفيفث لوب. خلاص؟ المهم انا يهمني النهارده الفرونتال لوب، لان الفرونتال لوب ده اللي موجود فيه مين؟ الموتور كورتكس. امال السنسوري كورتكس كان موجود فين؟ في الاوكسيبيتال؟ في البرايتال. النقط الصغيره دي يا جماعه ركز فيه بتتسال. طيب انا خلي بالك الجزء ده هو ده عباره عن ديب سالتس. عارفين الفرق ما بين السالتس والغيرس؟ بصوا يا جماعه
السيريبرال كورتكس بياخد الشكل ده كده، جزء اليفيتد وجزء ديبريست اهو، اليفيتد ديبريست اهي. الجزء اللي ديبريست ده بقول عليه ايه؟ سالتس. والجزء اللي هو اليفيتد ده اهو بقول عليه ايه؟ جايرس. طيب في سالتس عميق كده اللي هو هنا كده وموجود سنترال، فبقول عليه سنترال ايه؟ سنترال سالتس. يبقى ده اهو كده سنترال سالتس. والجزء ده انتيريور والجزء ده بوستيريور. جاست انتيريور تو ذا سنترال سالتس هنلاقي في حاجه اسمها بري سنترال جايس، اللي هو الجزء ده كده يا جماعه. الجزء ده اقول عليه بري سنترال جايس، اللي هلاقي فيه الموتور كورتكس. هلاقي في حاجه اسمها اريا 4 او بقول عليها برايمري موتور كورتكس، واريا 6 اللي هقول عليها البري موتور كورتكس. يبقى تاني نقطه صغيره دي مهمه يا جماعه، الموتور كورتكس موجود فين؟ في الفرنتال لوب. في حاجه اسمها البري سنترال جايس. الموتور كورتكس بيتكون من تو بارتس او تو ارياز. اريا 4 اللي بنقول عليها برايمري موتور كورتكس، واريا 6 اللي بقول عليها ها بري موتور كورتكس. طيب قفلنا عليهم كلمتين صغيرين دلوقتي يخدموني في المحاضره دي والمحاضرات الجايه اذا كان معاهم لحد ما تاخدوهم من فوق بيتين بعد كده. بقول ان عندي حاجه اسمها برايمري موتور كورتكس اللي انا بقول عليها اريا 4، وحاجه اسمها بري موتور كورتكس بقول عليها اريا كام؟ اريا 6. قال لك ركز معايا، اريا 4 دي بقول عليها برايمري برايمري موتور كورتكس. انت عارفين يعني ايه برايمري؟ خدنا الريبرودكشن ولا لسه؟ لما نيجي ناخد الريبرودكشن او بلاش الريبرودكشن، خدنا الريبرودكشن الله يرحمه السنه اللي فاتت، فاكرين يا جماعه؟ كان في حاجه اسمها برايمري اميون ريسبونس وسكندري اميون ريسبونس. واحد يقول لي انا مش فاكر، انا فقدت، انا مش فاكر انا فقدت ولا لا. تقول لي البلاد وبرايمري اميون ريسبونس وسكندري اميون ريسبونس، ايه اللي فاكر؟ كنا بنقول برايمري اميون ريسبونس يعني ايه؟ اول حاجه الريسبونس اوف ذا اميون سيستم ده هو الاكسبوجر للمشكله للانتيجن ده، صح ولا لا؟ ثم لما يحصل ري اكسبوجر، يعني البرايمري ده الريسبونس الاساسي المهم زي ما ان شاء الله كل النقطه الصغيره دي اسمعها من هنا، فهمتها فهمتها ما فهمتهاش خرجها من الناحيه الثانيه، ما تيجي تاخد الريبرودكشن. في الميل وفي الفيميل هتعرف ان في حاجه اسمها برايمري سكس اورجان وحاجه اسمها سكندري سكس اورجان. حد يهزر معاك في الشفوي يا ابني قول لي ليه سموا مثلا التستس او الاوفن ده برايمري سكس اورجان؟ وي مثلا على سبيل المثال البنس سكندري سكس اورجان في الميل، والجينيتاليا مثلا سكندري سكس اورجان. برايمري يعني معناه هو المين فانكشن بتاع الريبرودكشن، صح؟ ده اللي هيمنع في الميل مثلا هيطلع لي مثلا سبرماتوجينيس، وفي الفيميل هيطلع مال الاوجينيس مال الاوفر. يبقى اما اقول برايمري هو المسؤول الاساسي عن الحاجه دي، فلما بقول برايمري موتور كورتكس ذا برايمري سنتر فور موتور فانكشن، وضحت الصورة يا جماعة؟ وبالتالي بقول الفانكشن بوت أبلان فور فولانتري موفمنت، بيحط خطة للموفمنت، وأقول حاجة بتتم إزاي؟ النقطة المهمة جدا التانية، فاكرين السنسوري كورتكس كنت بقول البادي ريبريزنتد فيه إزاي؟ صفتين مهمين جدا. أولا إنه أبسايد داون، دي أول صفة. تاني صفة إن الريبريزنتيشن اوف ذا بادي ماله؟ كواليتيف نوت كوانتيتيف. فاكرين النقطه دي يا جماعه؟ يعني اقول لك مثلا الاريا اوف ريبريزنتيشن اوف ليف او الطن او التيب اوف فينجر اكتر ولا الاريا اوف ريبريزنتيشن اوف ذا باك؟ يبقى ليه؟ لانها كواليتي كواليتيف، صح الكلام؟ طيب الموتور كورتكس
اللي هي البرايمري موتور كورتكس لحد ما ناخده ان شاء الله في محاضره منفصله بيمتاز بصفتين. اول صفه ان البادي ريبريزنتد برضك نفس الصوره اوف سايد داون. ثاني صفه ان كل سيريبرال كورتكس بيكونترول الكونترالاترال سايد اوف ذا ماسل يعني بنحو الرايت برايمري موتور كورتكس كنترول ذا ماسل اوف ذا ليفت سايد اوف ذا بادي. وبالتالي لو واحد قال لك الحاج فلان كان كويس ابن حلال ومفيش مشكله فجاه اتنرفز ايده اليمين ورجله الشمال وقفوا حصل فيهم شلل. اتوقع ان الليجن فين؟ انهي سايد افكتد؟ لو قلنا الموتور كورتكس افكتد يبقى مين؟ يبقى الليفت موتور كورتكس. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس قوي. طيب البري موتور كورتكس او يتقال عليها اريا 6. طب برضه نفس الكلام موجوده فين؟ في الفرونتال لوب البري سنترال جانكس. قال لك خلي بالك ان اجي اعمل فاير موفمنت على سبيل المثال حد قاعد يكتب دلوقتي وانت بتكتب كده مش جسمك واخد سيرتن بوزيشن ساند بايه؟ ها؟ بايديك كده عشان تعرف تكتب في وضعيه معينه صح؟ البوزيشن تيكن باي ذا بادي ديورينج بيرفورمانس اوف فاير موفمنت مين اللي هيقوم بها؟ حاجه اسمها ها؟ بريموتور كورتكس. يعني البريموتور كورتكس بقول انه بيساعد مين؟ الموتور كورتكس في ايه؟ زي ما هنشوف الفانكشنز كمان شويه وانا بتكلم في الديسيندنج اتاكس في البرفورمانس اوف فاين سكيلد موفمنت. لكن في نفس الوقت هو نفسه له دور في حاجه اسمها بوتشرال موفمنت. يعني وانا ماشي كده تلاقيك انت بتعمل سوينجنج لايديك وانت ماشي بتقرح ايديك وانت ماشي صح ولا لا؟ وانا واقف كده محافظ على اتزانك ببوتشرال انفلكس بدون في البروكسيمال بانكي ماسل. مين اللي هيقوم بالدور ده؟ اللي هيقوم بالدور ده البريموتور كورتكس زي ما هقول. يبقى سيتنج بوتشر از ستارت اوف بلاند موفمنت اللي هيقوم بها واللي هيساعد فيها الاساسي البريموتور كورتكس. تاني حاجه زي ما بقول كنترول بروكسيمال ليمب ماسلز نيدد تو اورينت بادي فور موفمنت. يعني مهم عشان البوتشر ريفلكس مهم علشان انك تاخد سيرت الاتيتيود ان انا حافظ على البوتشر بتاعي الاكوليبريم بتاعي الاورينتيشن بتاعي. والاكوليبريم والبوتشر فليكسز لها محاضره لوحدها كبيره بعنوان حاجه اسمها الاكوليبريم والاستبلاك تريس اخر خالص. كلام كويس. يبقى اللي عايز اعرفه دلوقتي وهيتقال الفول ديتيل بعد كده في محاضره بعنوان الموتور كورتكس اعرف ان في حاجه اسمها برايمري موتور كورتكس وحاجه اسمها بري موتور كورتكس وعرفت الاريا ايه ودي اريا ايه وده موجود فين وده موجود فين وايه الفانكشن هنا وايه الفانكشن هنا. تاني حاجة عايز أعرفها أنا خلي بالك أرجع للسلايد الكلام بس أنا إيه قلت أقولها بطريقة تانية توصل لكم أحسن. خلي بالكوا يا جماعة أنا دلوقتي عايز أتحرك أنا بولندا ريموت اللي أنا بعملها دلوقتي إن أنا اللي بتحرك باجي من هنا لهنا أنا ماسك القلم أنا اللي بتكلم كل ده هو فولندا ولا ده انفولنتري؟ ده انفولنتري موفمنت بتتم ازاي؟ يعني انا هنا اهو وعايز امشي اروح هناك كده بس او انا هنا ماسك القلم ده مثلا وبتشاوربه او ماسك قلم وبكتب على السبوره كل ده انفولنتري بيتم ازاي؟ ركزوا معايا النقطه دي هتتكرر في كل ما في المحاضرات الجايه ان شاء الله هنقولها كمقدمه افهمها ايه انفولنتري موفمنت بتتم ازاي؟ انا عايز اعمل سيرت انفولنتري موفمنت وليكن عايز اشيل القلم من هنا لهنا عايز اتحرك كل ده بلانتك. اول حاجه عملها ايه؟ تاخد انت بتتفرج على ماتش الكوره يقول لك الفرقه دي شكلها بتلعب بدون خطه خالص كله بيخبط في بعض مش مفيش ملامح انت لو لعبوا من غير مدرب احسن ليه؟ لانك شايف انهم قاعدين يخبطوا. لكن هل انت الحركه بتاعتك فيها تخطيط؟ هل بتبقى عايز تتحرك وانت انسان طبيعي ما بتعرفش تتحرك؟ لو انت انسان طبيعي لا. وكل شيء عنده بمقدار. ربنا حاطط لك حته في الايه؟ في البرين بتاعك وظيفتها شوفوا بقى اول حاجه تحط فكره للموفمنت الايديا
حاجه اسمها موتور اسوشيشن ايريا. احنا سمعنا في السنسيشن حاجه اسمها سنسوري اسوشيشن ايريا، وهنيجي ناخد السبيشال سنس ان شاء الله هنعرف في حاجه اسمها فيجوال اسوشيشن ايريا وحاجه اسمها اوديتوري اسوشيشن ايريا. ومن كذا سنه كده السؤال ده جمع كده في الامتحان قال لهم يو شورت اكاونت اون اسوشيشن ايريا. يبقى اسوشيشن ده تبقى عندي في سنسور عندي موت عندي ديتا عندي ديتا. الاسوشيشن ايريا دي اللي بتفهم اندرستاند الحاجه اللي انا عايز اعملها اندرستاند المعلومه اللي توصل لي اعمل لها اندرستاندنج. هي دي اللي هتحط ايه؟ الفكره الايديا اوف ذا مومنت. يبقى فكره الحركه مين اللي هيقوم بقى؟ مين؟ الموتور اسوشيشن اريا. كلام كويس. حطت الفكره. هل يا جماعه لو انا عايز اكون بلد محترمه، انسان محترم، شغلي شغل محترم، شغلي يبقى انديفيدوال؟ يعني على سبيل المثال لو انا عايز اقول انا عايز اعمل بحث علمي رائع ايهما اقوى بالعقل؟ واحد بس اللي بيقوم بالبحث من A to Z لوحده، حط الفكره حط الخطه وراح اشترى الادويه والحاجات اللي هيستخدمها واشترى الانيمالز اللي هيشتغل عليها وقام بالبحث وخلصوا ورجعوا، ولا خمسه اشتركوا في البحث وعملوا كل الخطوات والخمسه متخصصين والخمسه عندهم خبرات مختلفه، مين الاقوى؟ البحث الاقوى مين؟ ده حتى ان انا ايه ده؟ وردوا الجماعه الى تشقى البلاد به رغم الخلاف وراي الفرد يشقيها. خمسه قاعدين يرتبوا الموضوع مع بعض في الاول ممكن يمسكوا زمار بعض. لا انت كلامك غلط هنا، انت ديت انت مش شايف دي، انت ما اعرفش ايه، بس كلهم قلبهم على المصلحه. واحد بيعرف يشتغل على الايه كمبيوتر نقول له خلاص انت ليه الجزئيه دي. واحد بيعرف يشتغل في المعمل طب انت الجزئيه دي. واحد بيقدر يحط خطه طب انت دي. واحد بيقدر يكود الجماعه هنقول له انت اللي هتظبط لنا وتقول لنا اشتغل ده ما تشغلوش ده في الاخر المنتج هيبقى كويس. فده اللي بيحصل في البريك. الموتور اسوشيشن ايه كله؟ بص يا جماعه انا اللي عملته ان انا حطيت فكره الموتور. طيب عايزين ننفذ الموتور دي. شوفوا الحركه اللي انا بعملها في اجزاء من الثانيه، شوفوا ازاي بتتم جوه الجسم وكل شيء عنده بمقدار. بتتشكل لجنه، مش اللجنه اللي بيطلع منها لجنه عشان تنوع على الموضوع، لا ده بتنبسط لجنه علشان تقدر تشتغل وتعمل. اللجنه دي وظيفتها انها تعمل بروجرامنج للموفمنت، تحط خطه. انت يا حبيبي عملت لي ايديا فكره الموفمنت، انا عايز اتحرك منها، عايز اشوف دي، عايز اعمل دي، حطيت لي فكره، عايز اعمل بلان وبروجرام لها. بتتشكل لجنه. اللجنه دي بتتشكل منين؟ من حاجه اسمها الموتور كورتكس. اذا ما كانش الموتور كورتكس اللي مسؤول عن الايه الموتور موفمنت يكون عضو في اللجنه. امال مين اللي هيكون؟ ثم حاجه اسمها السيريبيلم وده هينتهي في محاضره طويله عريضه لوحدها. وحاجه اسمها البيزا الجانجليا او البيزا النيوكليار دي في محاضره ثانيه منفصله. دول بتتشكل منهم لجنه. واذا شكلت لجنه لازم يكون لها رئيس. مين الرئيس بتاعها؟ الموتور كورتكس. اللجنه دي وظيفتها انها تحط بروجرام للموفمنت. يبقى انا عندي الكورتيكال اسوشيشن ايريا عملت الفكره. حطت ايديا. البلان والبروجرام اللي هيقوم به مين؟ الموتور كورتكس، السيربيلم، البيزا الجانجليا. ركزوا. لان انت لو انت فاهم الكلام ده وانت مغمض دلوقتي. اما اجي اقول لك الفانكشن اوف سيربيلر، انت لسه ما خدتش سيربيلر، ما تعرفش هو ايه اصلا ولا مكانه فين. بس منطقيا اكون قايل لي شير البروجرامينج وفاونات صح ولا لا؟ حطينا برنامج يا فرحتي. طالب شاطر بقى يقول لك لا بص بقى يا جماعه انا طلعت سنه اولى انا عايز اسجل على سنه ثانيه عايز اجيب تقدير عايز اجيب امتياز وارتب على الدفعه ويقضي اليوم كله في حفظات جلاله. ياخد ساعة انا حطيت كتر فلاني وخلي بالك بقى انا لو بدات بالفسيولوجي، الفسيولوجي لذيذ وسهل بالذات السي ان اس. ابدا به يفتح نفسي ادخل على الاناتومي. الاناتومي محلل فيه حلو وليه درجة كويسة. لا ادوس فيه او رايح على الايه؟ على حط قاعد حط خطة لمدة ساعة. بعد ما اخلص لا انا بتحب كده حاطط لي كتر. انا ريح لي شوية، نام نص ساعة. وبعدين يقول ابدا بقى بالفسيولوجي. ابدا بالسي ان اس.
ده انا ما فهمتش حاجه. هبدا احط جدول، يقعد يقضي الايام بتاعته كلها في حطاطات في حطاطان جداول، ويا فرحتي قاعد يعمل في جداول، بينفذ حاجه ما بينفذش. صح ولا لا؟ ما في خطر، في ابحاث كتير جدا لكن بتنفذ. يبقى لازمتها ايه؟ يبقى حطينا ايه؟ فكره. حطينا بروجرام. الرئيس بتاع المجموعه بقى اللي هو الموتور كورتكس يبدا يدي اوردر علشان الموفمنت تشتغل. احنا عملنا ايه بقى؟ عملنا بروجرام، عملنا بلان، انا عايز الموفمنت تتم. يبقى هيتحط اوردر، مين اللي هيطلع الاوردر ده؟ اهو رئيس المجموعه الموتور كورتكس. هيدي اوردر منين؟ بالعقل كده. هل هيروح على الكورتيكال اسوشيشن ايه يقول لها ايه؟ يلا اعملي ماسل كونتراكشن؟ ولا عايز يدي اوردر لمين؟ للي هيكونتراكت. مين اللي هيكونتراكت؟ المصر. طيب خلي اللي بيتكلم ايه؟ زي ما بيقولوا اهبل، مش بيقولوا كده؟ قول في السمع عادي. اذا كان الموتور كورتكس موجود في السيريبرال كورتكس، يعني ايه؟ العضلات بتاعتي هنا. طب هتدي اوردر ازاي؟ عايز تدي اوردر، يبقى لازم وسيله اتصال. نقول في حرب ولا حاجه، يقول لك اول حاجه دمر. دمر ايه؟ وسائل الاتصال. اقطع النت. اعمل ايه؟ اقطع خطوط التليفون. ليه؟ عشان ما يبقاش فيه وسيله اتصال ما بين رئيس المجموعه والافراد. ما فيش وسيله اتصال هيصطادهم زي ما هو عايز، صح ولا لا؟ فيبقى لازم وسيله اتصال. وسيله الاتصال دي ايه؟ احنا بنتكلم في مخ. بنتكلم في اللغه الوحيده اللي بيفهمها اكشن وتمشي. بنتكلم في ايه؟ في ان في لازم استراكشر معين وظيفته ينقل الامبلس لايه؟ اللي هي اسمها ايه؟ نيرون. يبقى لازم في سيرك النيرونز. هذه النيرونز وظيفتها انها تنقل الاوردر اوف موفمنت من الموتور كورتكس لحد مين؟ قال لك خلي بالك بقى في الصوره اللي هترسمها دي. قال لك خلي بالك كده الموتور كورتكس اهو، وادي المصل اهي، وادي الاوردر للموفمنت نازل اهو. قال لك خلي بالك يا عم، ده انت ممكن واحد يعمل لك ايه؟ فولنتري موفمنت من غمض عينيه. في واحد يعمل لك فولنتري موفمنت من يحرك ايديه، صح؟ هل اللازم اللي بيمثل الاي مصر او الهيد مصر زي النرف اللي بيغذي الهل؟ طبعا لا. الهيد اللي بيستراكشر اللي بيغذيه حاجه اسمها كريا نفس، لكن بقيه الباقي حاجه اسمها سباينال نفس. فانا هلاقي ديسندنج تراك هتنزل او تراك او نيرو هتنزل لسنتر موجود فين؟ في البرين ستيم اللي هو هيطلع لي كريليان نيرفز. وواحدة ثانية هتنزل لأنتيريور هوجسيرو في سباينال كور اللي هي هتطلع لي سباينال نيرف، صح ولا لا؟ يبقى في نيرو هتنزل من الموتور كورتكس تمشي بسكتها زي ما هنشوفها النهارده لحد ما في الآخر هتوصل. لو أنا عايز أحرك عينيا يبقى هتنزل للسيرد موتور نيوكليار لكريميان نيرف معين المسؤول عن الكلوجر اوف ذا اي، زي ما هنعرف في حاجه اسمها الفيشيا. يبقى دي موجوده في البرين ستيم، يبقى هينزل لها الاوردر ده. طيب طب انا عايز احرك ايديا، الموتور او الاسفنت او الانتيريور هارد سيل موجوده في السباينال كورد، هينزل الاوردر لحد مين؟ يا اما برين ستيم موتور نيوكليار كريميان نيرف، يا اما سباينال كورد انتيريور هورن سيلز. طب انا هل نفذت الحركه كده؟ لا لسه. لا البرين ستيم هيعمل كونتراكشن للمصل ولا السباينال كورد هيعمل كونتراكشن للمصل. ده انا محتاج مين؟ وصله ثانيه. الوصله الثانيه دي هتوصل لي الامبلس من البرين ستيم والسباينال كورد في اتجاه المصل. يبقى في اثر نيرون هتنقل الايه؟ الاوردر ده راح لحد المصري. وضح من الصوره اللي قدامي ان انا عندي تو سيتس اوف موتور نيرونز. فيه نيرون جوه السي ان اس نفسه بتشيل الموتور امبلس لحد ما توصلها يا اما للبرين ستيم موتور نيوكلياري يا اما للانتيريور فورمسيل اللي هي الاحمر دي.
يقولوا عليها ابر موتور نيرون. اللي بيسمعها ابر مين؟ انا هي البوزيشن بتاعها العالي. ابر مين اللي ايه؟ مين اللي ابر ومين اللي لور دلوقتي؟ واضح ان اللي نازله من فوق ديت اللي عليها ابر، واللي تحت ده هي اللي عليها لور. يقولوا عليها ابر موتور نيرون. واسم الدلع بتاعها ديسندنج تراكت. يبقى نيرون اللي نازله في السي ان اس شايله لي موتور امباس من الموتور كورتكس او من سيرف النيورون اللي جاي اللي هنشوف كمان شويه في البرين او البرين ستيم لحد ما توصل للموتور نيوكلياي اوف كرينيال نيرف في البرين ستيم او الانتيريور هوم سيل سباينال كورد. بقول عليها ايه؟ ديسندنج تراكت. طيب الموتور نيورون اللي هتشيل الامباس من السي ان اس سواء من الموتور نيوكليار اوف كرينيال نيرفز او من الانتيريور هورمسل لحد المصل اقول عليها لور موتور نيورون. يبقى اقوم اروح على المقارنه الصغيره البسيطه اللي هتخدمني ان شاء الله في المحاضره الجايه وانا بتكلم على ايه؟ ابر اند لور موتور نيورون ليجنز. يعني انا دلوقتي جيت قمت قاطع النيرون دي او النيرون دي، لو قطعت المحمى ده يبقى على الابر موتور نيرون ليجا. لو قطعت الزنقه دي او على اللور موتور نيرون ليجا. هل الاعراض المانيفستيشن هتبقى زي بعض؟ طبعا لا. ده اللي هنعرفه المره الجايه ان شاء الله مبنيه على محاضره النهارده. المقارنه البسيطه. اول حاجه عندي ابر موتور نيرون. موجوده فين؟ قال لك منشاها فين؟ يا اما من موتور كورتكس يا اما من سيرتن نيوكلياي موجوده فين؟ في البرين ستيم. لما هنشوف حالا لما بتكلم في الاكسترا اي حاجه. يبقى الابر موتور نيورون منشاها فين؟ في الكورتكس وفي البرين ستيم موتور نيوكلياي. واحد يقول لي يا دكتور دلوقتي انت قاعد تقول ديسندنج تراك نزل من الموتور كورتكس، ليه ما قلتش فيها تراك دي؟ انا بطلق اسم النيورون على السيل بادي مكسين. فانا بقول في السيريبرال كورتكس لان السيل بادي بتاعها ناشئ من ايه؟ طالع من ايه؟ من الموتور كورتكس. بقول في البرين ستيم لان الموتور ايه؟ نيوكليار موجوده في البرين ستيم. طيب اللور موتور نيرون زي ما قلت يا اما تنشا من الموتور نيوكلياي اوف سيرتن كرينيال نيرفز اللي هي تغذي الهيدا ديريكت زي ما هنشوف حالا، يا اما تطلع من الانتيريور هورن سيلز اوف سباينال كورد. يبقى انا عرفت يعني ايه ابر موتور نيرون ويعني ايه لور موتور نيرون، وهنطبق الكلام ده واحنا بنشرح في المحاضره ان شاء الله. طيب قال لك الديسندنج تراكت ده اهي في منها نوعين. يقول لك خلي بالك انا دلوقتي رايح من هنا للغرب. يقول لك في عندك سكتين، في سكه هتبعد عن نقطه التفتيش بتاعت الموزين فمش هيبقى في عندك ساينابس، فمش هيبقى عندك ديلي. يبقى هتمشي ايه؟ وان واي وزود ديلي، صح؟ فيتقال عليها ايه؟ وان واي لوب، طريق واحد. لكن بقى افرض بقى انا قلت بقى انا هروح على طريق الموزين ورحت عند الموزين وقفوني ساعة. وكانوا عاملين كمين بعده مثلا ب 3 كيلو وقفوا ساعة تانية. وبعد 3 كيلو تاني بقيت مالتي ستيشن، صح ولا لا؟ يبقى انا ماشي في نفس السكه او في نفس المسافه اقصد، لكن في طريقين مختلفين. طريق ما وقفتش فيه ده لقيتني ماشي على طرق، فمنطقيا الامبلس تمشي اسرع وتوصل اسرع ولا لا؟ والطريق التاني كل شويه قاعد على ستيشن، قاعد اريح. يبقى هتاخر فيه ولا لا؟ فالنهارده ان شاء الله الطريق من الموتور كورتكس لحد الموتور نيوكليار اوف كرينيال نيرفز في البرين ستيم او الانتيريور هورن سيلز وفي سباينال كورد عندي فيهم احتمال من اثنين. احتمال انه يكون وان واي يعني سكه واحده مفيش توقف، دي بقول عنها البيراني ده تراكت. يبقى البيراني ده تراكت از ا وان واي صح ولا لا؟ يا اما ان انا يبقى عندي مالتي ستيشن قاعد كل شويه رايح، فيتقال عليها ايه؟ مالتي ستيشن تراك. التراكت غير التراكت البيانات، فنقول عليها اكسترا بيانات، الغير بيانات. خلاص؟
يبقى اكسترا بايرابيدال تراك. زي ايه؟ تكييف السمباثيك والبارا سمباثيك. السمباثيك وجار السمباثيك، مش احنا كنا بنترجمها كده في العربي. الجهاز السمباثاوي والجار السمباثاوي. فنفس الكلام هنا. البيراميدال والغير بيراميدال اللي هو الاكسترا بيراميدال. وضحت الصوره؟ من هنا هدخل على موضوع الاساسي بقى بتاع المحاضره. اللي انا بقول عليها ديسندنج تراكس. او بقول عليها بيراميدال اند اكسترا بيراميدال تراكس. واظن فهمت دورهم ايه دلوقتي في الموفمنت. هينزلوا لي الانبس لحد مين؟ لحد المصل في سكتهم. ديسندنج تراك هيوصلوا للنوتو نيوكليار والانتيرو والاسيب ومنهم لور نوتو نيورون توصل لحد المصل. طب يا جماعه الحته الصغيره دي في الجرام تاني موفمنت ده عشان تشوفوا العظمه بتاعت ربنا يا جماعه. طيب هل الجسم بتاعنا بيعمل زي ما احنا بنعمل كده؟ تحط ايه؟ تحط خطه وما بتتنفذش، او جدعنا شويه بنحط خطه وبنحاول ننفذها. طيب هل بنراجع التنفيذ؟ هل انا بقول لفلان لو تاجر الشابتر ده وذاكره، هل هو ذاكره صح؟ ذاكره من جنب ده؟ ذاكره فين؟ ولا قاعد قدام الايه؟ الكتاب كده عشان يقنعهم في البيت انه بيذاكر؟ فاتح الكتاب قدامه والموبايل مخبيه في الدرج مثلا وقاعد يشتغل على الفيسبوك. هل دي مذاكره؟ طبعا لا. صح ولا لا؟ الجسم بتاعنا لازم ينفذ الموفمنت ويعمل اللي بقول عليه اكسكيوشن اوف موفمنت. نفذ الموفمنت لكن في نفس الوقت عايز يتاكد انها اتنفذت صح. يبقى اتحطت الايديا، اتحط البلان والبروجرام، اتبعت الاوردر للمصر، عملت موفمنت. خدنا حاجه اسمها بروبريوسبشن. فاكرينها يا جماعه؟ كان في كونشس في انكونشس. عارفين الكلام ده ولا لا؟ الانكونشس كانت بتروح لحاجه اسمها جت سؤال شفت بتروح للسيربيلا مليئه. يا جماعه احنا في الفسيولوجي غير الالات. الالات اللي ممكن تاخد في النيورو اناتومي لو حاجه قاعد يوصف لك في تراك مش الفانكشن قوي. لكن انا لما اقول لك في تراك طلعت او نزلت لازم اول سؤال تساله لنفسك وتساله لي ايه فايدتها؟ ان احنا فيسيولوجي. فلما اقول لك في اسندنج تراك شايله لك انكونشس بروبريسبشن شايله لك ايه مصر رايحه من المصر لايه؟ احنا عملنا بيرفورمانس الموفمنت قدامنا احنا دلوقتي كل شيء في الجسم عندنا موثق. الايديا اتحطت اتبعتت منها نسخه للمجموعه اللي هتحط الخطه واتحفظت نسخه الاسوشيشن ايرور. الموتور كورتكس اللي هو الريس بتاع المجموعه هيدي اوردر، هيدي اوردر لمين؟ للمصل، وهيبعت نسخه من الاوردر للسيربيلا ونسخه من الاوردر للاسوشيشن ايرور بيشهدوا على الموضوع. اتنفذت الحركه هيتبعت صوره من التنفيذ للسيربيلا وللبيزا الجنبي. السيربيلا عنده نسختين دلوقتي، النسخه بتاعت الاوردر اللي جاي من فوق ان الحركه لازم تكون ان انا احرك من هنا لهنا، وجاب البرفورمانس انها اتحركت فعلا من هنا لهنا. فيقارن ركزوا، ودي الموضوع جزء مهم قوي في السيربيلا لما تاخده، حاجه اسمها سيرفو كومباراتيف فانكشن. هيقارن النسخه من الاوردر عنده بالنسخه بتاعت التنفيذ. لو التنفيذ زي الخطه بسم الله ما شاء الله هنستلم المعمل ده والمعمل اتجهز كويس وزي المواصفات اللي طلبناها خدناها. دي المقارنه. صح ولا لا؟ طب افرضوا بقى المقاول سرق شويه حاجات في الايه؟ من المعمل وما عملش المطلوب. هنستلم؟ لا. زي ما احنا طلبنا منك قال النسخه يسلم لنا زي ما احنا مدينا. صح ولا لا؟ فالسيربيلا بيعمل كده. لا التنفيذ غلط بيحاول يصلحه، يحاول يصلحه ده ازاي؟ ده موضوع محاضره السيربيلا ان شاء الله نفسه ان شاء الله. فكره الصوره عرفت الموفمنت بيتم ازاي؟ شوفوا العظمه بتاعت ربنا يا جماعه. بصوا كنت تخيلوا انت مسكت القلم وتهز في دماغك انك تكتب. انت قاعد مش فاهم حاجه واللي في ريحه قاعد يكتب ومش مبطل كتاب اهو انت الغل واحنا. يعني انا مش فاهم هو بيفهم يعني خلاص قاعد يكتب العلم قطع بعضه قوي فانت عايز ايه تطلعه من الايه؟ من الاورينتيشن بتاعه من التركيز بتاعه ده تعمل ايه؟ ارصف ودانه تشكه شكه
تقول له شوف اللي حصل امبارح، شوف اللي حصل، فاهمين قصدي؟ فانت اتهفيت في عقلك دلوقتي وعملت فلانتري موفمنت، حاولت كل ده في ايه؟ انت مجرد فكرت ونفذت في ثواني. شوفوا الثواني الثانيه اللي انت شوفوا العظمه بتاعتك، شوفوا العظمه بتاعتك. في ناس يا جماعه دخلت في الدين بمجرد انها تبحرت في العلم. كل المفروض ما الواحد يزداد علم، كل ما يزداد ايمان بالله. للاسف في ناس العكس، كل ما تزداد علم كل ما يزداد كفر. صح ولا لا العظيم؟ انت شوف مجرد حركه، شوفوا حصل فيها قد ايه، قعدنا نحكي فيها قد ايه، حصلت قد ايه، والناس ظاهره من اللي بيحصل كمان. وضحت الصوره، كلام كويس. ناخد نفس عميق كده. الكلمتين اللي قلناهم في الاول دول اساس فهم كذا حضره المره الجايه، سواء حضره موتور يون ليجر، سواء السريديلا، سواء التيزر جاني. يعني الجزء اللي خدناه في الاول ده يا جماعه مش هباء، ده انتروداكشن لخمس ست محاضرات من اللي جايين كمان متفرقين. يعني لما اجي اتكلم على الموتور كورتكس لازم افهم الكلمتين دول، اتكلم على السريديلا افهم دول، اتكلم على الجزر الجانجلي افهم دول، اتكلم على قبر اللي هو الموتور نيرون المفروض ده يتفهم. فاظن كده بقت واضحه الفلانتري موفمنت بتتم ازاي. طيب اول تراك عندي حاجه اسمها فاندمنتال تراك. زي ما احنا مش عارفين دايما في مقاطع اساسيه محتاج اعرفها. اول حاجه عايز اعرف ديفينيشن، يعني ايه فاندمنتال تراك؟ اظن قلنا ديفينيشن واحنا بنتكلم، هنقوله تاني. في كاركترستيك فيتشر، في صفات مميزه. التايبس، الفانكشن والافكت اوف ايش. اول حاجه هبتديها ديفينيشن من الكلام اللي احنا قلناه. البيانات اللي اتراكت هي ابر ولا لور موتور نيرون؟ ابر موتور نيرون. هل هي وان واي تراكت ولا مالت ستيشن تراكت؟ وان واي تراكت. هتشيل سنسوري امبلسز ولا موتور امبلسز؟ موتور امبلسز. هتشيلهم من فين؟ من السباينال كورد للسريبرال كورتكس ولا من السريبرال كورتكس وتمشي في اتجاه معين لحد بعد كده اتجاه تاني يوصلها للايه؟ للمصل؟ لا، هتمشي من السريبرال كورتكس لحد ما توصل لاجزاء معينه في البرين ستيم والسباينال كورد. يبقى بقولها هي عباره عن ايه؟ بمنتهى البساطه. It is a one way direct connection. One way direct connection. بتوصل لي مين؟ المنشا بتاع الابر موتور نيرون بالمنشا بتاع اللور موتور نيرون. الابر موتور نيرون بادئه منين؟ بادئه في السريبرال كورتكس. او فين؟ بمعنى ادق الموتور كورتكس. صح ولا لا؟ كلام كويس. لما اقول السريبرال كورتكس ده كلام مطلق. لكن اكون دقيق يبقى من الموتور كورتكس. في منين اعرف حاجه؟ وتوصل لي لحد فين؟ يا اما الموتور نيوكليار اوف كرينيال نيرفز يا اما الانتيريور بارسيل اوف سباينال كورد. يبقى بمنتهى البساطه كام؟ البيرانيتال تراك از ا وان واي دايركت كونكشن. ولذلك اسم الدلع بتاعها دايركت موتور سيستم. عشان لو حد سالك ايه يا ابني هو الدايركت موتور سيستم؟ هو البيرانيتال تراك. يبقى وان واي دايركت كونكشن ما بين مين؟ منشأ الخبر موتور نيرون في الموتور كورتكس لحد ما يوصل ينتهي عند مين؟ عند اللي هو الموتور نيرون، سواء الموتور نيوكليار اوف كرينيال نيرفز البرين ستيم او الانتيريور نيرفز سيلز اللي موجوده فين؟ كل شويه. في فيتشرز غايه في الاهميه ما يتنسوش، تيجي اسامينا. انا خلي بالك كاركترستيك فيتشرز لو في مليون نيرف فايبر نازل في هذه البيان ده قال لك 60% منهم بيبقوا مايلينيتد ات بيرث. معنى 60% بس المايلينيتد يعني معناها ان هذه البيراميدال تراكت نوت فانكشننج ويل ات تايم اوف بيرث. علشان تشتغل كويس لازم تبقى فول مايلينيشن. طب هي نازله 60% مايلينيشن بس؟ لا، يبقى نوت فانكشننج ويل. من ضمن الفانكشنز بتاعتها انها بتعمل انهبيشن لسام بريمتيف ريفلكس. زي ما قلنا قبل كده حاجه اسمها بابينيسكي سايت. لما خدنا السوبرفيشال ريفلكس قلت لك لو ده الايه؟ السولف ده فوق. وجيت انا في بلانت اوبجكت عملت سكراتشنج لللاترال اسبكت اوف ذا سولف ذا فوق. النورمال ريسبونس اللي يحصل بلانتر فليكشن. طب الابنورمال ريسبونس اللي يحصل دورس فليكشن اوف بيج تو اند فانينج اوف اذر توز. هذه البابينيسكي ساين
نورمالي بريزنت ان ذا نيوبير نيوبور في السنه الاولانيه بلاقيها عند العيل ده. ليه؟ لان التراك اللي تعملها انهيبيشن اللي هي البيرانيدال نوت فولي مايلينيتد ده 60% منها بس، يعني معناها نوت فانكشننج ويل، فمش قادره تمنع البابينسكي سايت. يبقى بلاقي نورمال في النيوبور البابينسكي سايت از نوت، ليه يا ابني؟ تقول له الاهل البيرانيدال تراك 60% منها بس مايلينيتد، اقول لك ايه المشكله يا حبيبي؟ تقول له الاهل البيرانيدال تراك من ضمن الفانكشنز بتاعتها انها بتعمل انهيبيشن لمين؟ للبريميتيف ريفلكسز من ضمنهم البابينسكي سايت. تاني فيتشر عندي ان هذه البيراميدال تراك مهمه جدا في الانيشيشن تخليق اند كنترول اوف حاجه اسمها فايل سكيلد فولانتري موفمنت سبيشالي في الديستال باك اوف ذا ريم. يعني ايه؟ يعني الرايتنج وانت بتكتب دلوقتي بيانو بلاينج تايبنج على الكمبيوتر كل ده فايل موفمنت. مين المسؤول عن الانيشيشن بتاعها؟ البيراميدال تراك. كلام كويس. طب واحد يقول لي يا دكتور طب سموها بيراميدال ليه؟ طيب احنا هنقول الاكسترا بيراميدال، سموها اكسترا بيراميدال عشان بنقول اي تراك غير البيراميدال بنقول عليها اكسترا بيراميدال. طب البيراميدال لا سموها بيراميدال ليه؟ ليه سموا البيراميدال بيراميدال؟ لما ليه ما سموهاش سباينال تراك وخلاص؟ علي تراك، احمد تراك، اي اسم ليه سموها بيراميدال؟ قال لك سموها بيراميدال لسببين اساسيين. اول سبب ان بيدخل في تركيبتها بعض النيرون اللي فيها 5% بس من النيرونز اللي فيها ون اوف ذا لارجست نيرونز ان اور بادي. يقولوا عليها البيتس سيل او البيراميدال سيل. ودي موجوده في مكان واحد كل جسمك في اللير الخامسه في الفيفث لير اوف برايمري موتور كورتكس. يبقى هلاقي الاريا 4 اللي هي البرايمري موتور كورتكس هي الجزء الوحيد في الجسم اللي فيه حاجه اسمها البيراميدال تراك. وزي ما هشوف الاريا 4 من الليل ايرياز اللي بتدي اوريجن للبيراميدال تراك، فعشان كده سموها بيراميدال تراك. يبقى اول سبب لان فيها ايه؟ لارج نيورونز موجوده بس في الموتور اريا 4 وهذه النيورون مش موجوده في اي حته الا في التراك ده ايه؟ اسمها بيراميدال ودي بتمثل 5% بس. ده مش كتير، ده 5% من البيراميدال تراك طالعه فيها البيراميدال سيلز من البيراميدال سيلز. واللي بتطلع منين؟ من الفيفث لير، فاكروا 5 من الفيفث لير برايمري موتور كورتكس. طب السبب الثاني ان شاء الله انا بتكلم في الباسوير حالا هلاقي ان هذه البيراميدال تراك وهي نازله في سكتها يقول لك خلي بالك وانت ماشي على الطريق وانت رايح من هنا للبلد الفلانيه خلي بالك عند البلد الفلانيه ديت في حته في ايه؟ في دوران مفاجئ كده خلي بالك عشان العربيه ما تقلبش صح؟ في كاركترستيك فيتشر ان عند البلد الفلانيه في سادن تيرن فجاه كده هتلف خلي بالك قد ما فيدور في التراك وهي نازله في سكتها في الاذر بارت اوف زميدالا اوبلونجاتا بتعمل لي سيرتن اليفيشن ياخد شكل البيراميد زي الهرم كده بيتقال عليه ميدالري بيراميد موجود في الاذر بارت اوف زميدالا اتعمل بواسطه التراك اللي نازله فيه ف يتقال عليه ايه؟ يتقال عليها ليه؟ قال هي اللي عامله البيراميد ده يبقى البيراميد ده التراك ده سموها ليه؟ لسببين. وضحت في الصوره يا جماعه؟ يبقى انا عرفت ايه؟ ديفينيشن عرفت كاركترستيك فيتشرز. طيب هي طالعه منين؟ طب هي ماشيه ازاي؟ طب هي هتنتهي فين؟ طب ايه الوظيفه بتاعتها؟ طب الافكت اوف ليجن يبقى ابدا باول حاجه دلوقتي اللي هي ايه؟ طالعه منين؟ خدوا نفس عليك كده يا جماعه. انا خلي بالك علشان اقول هي طالعه منين لازم اعرف التايبس بتاعتها. قال لك البيراميدال تراك دي بتسبلاي كل المسلز بتاع الجسم بتاعك. كلام كويس ركزوا معايا. انت الجسم بتاعك عباره عن ايه؟ كل الجسم ما عدا الهيدرليك صح؟ والهيدرليك مش احنا عارفين كده؟ قال لك خلي بالك الهيدرليك نفسها الهيد نفسها فيها ستراكشر بتسبلاي اي
وفي ستراكشرز بره المغز بره العين. فقال لك البيانات بتتراكم. في جزء من التراك ده مسؤول على الانرفيشن او بينزل بتنزل ديسندنج فايبرز من خلالها لكل البادي ما عدا الهيب. دي بيقولوا عليها حاجه اسمها الكورتيكو سباينال تراك. يبقى الكورتيكو سباينال من الاسم هي كورتيكو سباينال. كورتيكو سباينال يعني ايه؟ من الكورتكس للسباينال كورتكس. والسباينال كورتكس هو اللي هيغذي كل الجسم على الهيب، صح ولا لا؟ طيب اللي هيغذي الهيب استراكشر ده عدا الاي حاجه اسمها كورتيكو بالبر. الكورتيكو بالبر دي طالعه منين؟ من الكورتكس. وهتسبلاي الاستراكشر بتاعت مين؟ الهيب ما عدا الاكسترا اوبيلار ماسل. انتوا عارفين بالب يعني ايه؟ يعني حاجه كبيره. تفتكر ان جوه في جسمك كده الراس واخد لها شكل معين اكنها زي البلب كده. فتفتكرها نتكلم عن التراك ده حاجه تقول عليها كورتيكو بالبر. يبقى غذينا بين كل الجسم والهيد على الاكسترا اوكيلار ماسل، يبقى لازم في تراك هتغذي الاكسترا اوكيلار ماسل، يقول عليها كورتيكو نيوكليار. يبقى كورتيكو نيوكليار ده هي زي ما هنشوف حالا دي مسؤوله عن انها تعمل ايه؟ تنزل تعمل سبلاي للموتور نيوكليار اوف اوكيلار ترينيال نيرفز. ده مش يبقى انا عرفت دلوقتي ايه التايبس اوف بيراميدال تراك. يبقى اما اجي اتكلم على الاوريجن والباسوي والفيت والفانكشن يبقى على كل واحد فيهم. فالكورتيكو سباينال اللي هي مين تراك؟ الكورتيكو سباينال تراك ركزوا الرسمه دي بسيطه بتختصر لي ايه؟ الاوريجن والكورس والفيت. انا خلي بالك الاوريجن بتبتدي منين؟ هتبتدي من الموتور كورتكس. يعني 60% من الفايبرز هتطلع من الموتور كورتكس. طب انا عارف ان الموتور كورتكس في حاجه اسمها ايه؟ برايمري موتور كورتكس وحاجه اسمها بري موتور كورتكس. 30% من الفايبرز بتطلع لي منين؟ من الموتور كورتكس. برايمري موتور كورتكس اللي هي اريا 4. و 30% من البري موتور كورتكس اللي هو اريا 6. ال 40% اللي دول فاضلين تخيلوا بيطلعوا منين؟ من سيرتن بارتس لسنسري بارتس. واحد يقول لي سنسري طلع عنده فتره اقول لك اه. تخيلوا انتوا درستوا او هتدرسوا السلمس وانتوا بتاخدوا في السنسيشنز. مش بتقولوا القاعده ان اي سنسيشن لازم يعدي على السلمس؟ في اكسبشنز طبعا. وكان اعتراض ثابت بان المين فانكشن او الاونلي فانكشن للسلمس هي سنسري. لا قال لك الكلام ده لا لها سيرتن موتور فانكشنز. واضح الكلام؟ فعلى الرغم من ان سنسوري كورتكس هتجيب دي اوريجن لبعض الموتور فايبرز. 40% من البيانات تراك بتطلع من اريا 3 1 2 واريا 5 و7. ده الاوريجن. الفايبرز وهي نازله طالعه لي من وايد اريا اوف ذا كورتكس، يعني انا بقول لك مثلا هذا الكورتكس اهو. طلع فايبر من هنا ومن هنا ومن هنا وهكذا اهو. الشكل ده عامل زي ايه؟ ده كده اكيد الشمس طالعه منها اشعه بيقولوا عليها ايه؟ كورونا رادياتا. يبقى الفايبرز وهي نازله عامله كده بصوا يا جماعه بالشكل ده كده طالعه من جزء واسع لجزء ضيق. يعني مثلا ادي الكورتكس اهو تخيلي كده يا جماعه لو انا قلت الكورتكس اهو وادي الفايبرز هتطلع كده اهو. الجزء اللي متفرق دوت اللي هي الفايبرز اللي الصوابع ديت بيعتبروها هي عامله زي ايه؟ اشعه كده بيقولوا عليها كورونا رادياتا. يبقى الكورونا رادياتا ده هي اهي. يبقى اول حاجه الاوريجن طلع من اريا 4 واريا 6 اريا 3 1 2 اريا كام؟ 5 و7. هي الفايبرز هتعمل لي شكل او اسم حاجه اسمها كورونا رادياتا. هتنزل في ستراكشر في البريك اسمه انترنال كابسول. ده له محاضره هتتكلموا عنها المحاضره اللي بعد الثالث الانترنال كابسول والافكت اوف انسليشن. بس بسرعه كده هتعرف شكله. الانترنال كابسول بالشكل ده كده يا جماعه عامل زي ايه؟ انتوا عارفين النورم الرجل كده وادى الركبه واخد الشكل ده كده عامل زي ال ال شيب ستراكشر بالشكل الجزء ده كده اهو ال شيب او ني شيب ستراكشر عامل زي الركبه كده زي الرجل كده الركبه وهي الركبه وهي متنيه له انتيريور ليم وله بوستيريور ليم وله مفصل كده بقول عليه الجينو وفي انترنال كابسول هنتكلم عنه في كل ديتيل سواء في الانترنال كابسول ستراكشر او في البيزا الجانجلي كمان.
بيتكون من ست اسامي غالبا مش عايز اقولها كتير عشان ما انتهش، لان الكلام ده اتكرر كتير في محاضرات منفصله. في حاجه اسمها السرس، حاجه اسمها كودات نيوكلس، حاجه اسمها اللينتي فورم نيوكلس. ما علينا، النيوكليات دي كلها مع بعضها عملت لي الشكل ده اللي هو عامل زي الركبه ده، الني شيبد ستراكشر او الان شيبد ستراكشر. ده ده انتيريور ليمب، وادي بوستيريور ليمب، وادي الجينو. انا خلي بالك الكوفوس باينال فايت طلعت من الميريز اللي قلنا عليها عملت الكورونا لانها هتنزل على الجنة الكابسول ده، بس هتنزل على انهي جزء؟ انا هتنزل على الانتيريور تو سيرد وسبستيريور ليمب. ادي بوستيريور ليمب ادي الانتيريور تو سيرد عملت الكوفوس باينال مش في الجزء ده. يبقى انا اقول لك دلوقتي خلي بالك بتسيب السكيو ازاي بمنتهى البساطه، لما ناخد الانترنال كابسول هتعرف حاجه اسمها انتيريور ليمب، حاجه اسمها بوستيريور ليمب، حاجه اسمها الجينو، في حاجه اسمها ريترو لنتيكولار بارت وصاب لنتيكولار بارت. هيقول لك الكورتيكوس باينال تراك بس روح وانش بقى في انترنال كابسول، هل الانتيرو ليمب ولا الجينو ولا البوستيريو ليمب ولا ريترو لنتيكولار ولا صاب لنتيكولار؟ يبقى في البوستيريو ليمب وفي انترنال كابسول. كلام سهل ولا صعب؟ كلام سهل. يبقى هذا ايه؟ الانترنال كابسول والمكان اللي هتمشي فيه الكورتيكوس باينال ايه؟ فاينال. طيب الفايبرز نزلت في الانترنال كابسول زي ما قلنا في الانتيريور تو سير اوف ذا بوستيريور ليمب في الانترنال كابسول. هتنزل بيت بعد البرين هتلاقي مين؟ البرين ستيم. البرين ستيم عندي فيه ميد برين، عندي بونز، عندي مدبر. هتنزل في الميد برين والبونز اكسيلاترال يعني نفس السايت. في البونز بتاخد كاركترستيك فيتشر بتمشي في الميدل 3 فيفث اوف ذا بيزس بونز الجزء التحتاني من الايه؟ من البون ميدل 3 فيفث. ثم هتروح على المظله اوبلونجات. في المظله اوبلونجات هتختلف الصوره بتاعتها في الابر بارت اوف ذا مظله عن اللور بارت اوف ذا مظله. في الابر بارت اوف ذا مظله زي ما قلت من شويه هتقدر تاخد شكل معين تديني سيرتن اليفيشن شبه البيراميد، بيعمل لي حاجه اسمها الليبلري بيراميد الابر بارت اوف ذا ميدل. وبعد ما تعمل الميدل بيراميد هتنزل على اللور بارت اوف ذا ميدل. في اللور بارت اوف ذا ميدل هيبتدي الفيت بتاعها النهايه بتاعتها بقى. بتمشي في ثلاث سكك محتمله. ركزي. السكه الاولانيه انا عامل الثلاث خطوط دول ادي دول ثلاثه تراكس. وعامل السكنس بتاعهم على مدى البوبيولاريتي بتاعتهم. مين الاكثر؟ فا اولموست تو موست تقريبا 80% من الفايبرز بتعمل كروسنج عند اللور بارت اوف ذا ميدل بتعدي من الاذر سايد، ولذلك يقولوا عليها كروس كورتيكو سباين او يقولوا عليها لاترال كورتيكو سباين. هتنزل في الكونترا لاترال سايد اهو علشان تنزل للسباينال كورد تنتهي على انتر نيروز او الانتيريور هوم سيلف. كلام جميل. دي موست اوف ذا فايبرز عملت لي اللاترال او كروست كورتيكو سباينال. اوت 20% يعني من 19 ل 20% من الفايبرز بتنزل من المظله في نفس السايت افسي لاترال. لكن اول ما توصل للسباينال كورد في السيرفيكال سيجمنت والاذر سيجمنت تبدا تعمل كروسنج. عملت كروسنج اهي وبتمشي فيه الفنترال كولوم اوف سباينال كولوم فيقولوا عليها ايه؟ فنترال كورتيكو سباينالز. اباوت 1% يعني تقريبا 1% من الكورتيكو سباينال فايبرز بتبنيها نازله في نفس الاتجاه. فيقولوا عليها ايبسيلاترال كورتيكو سباينال تراكس. بسرعه اقولها تاني بسرعه. ركزوا خدوا نفس العمود تاني يا جماعه. ها خدوا نفسين بلاش نفس واحد نفس عميق افرض الافكار الوحشه في دماغك طب خلاص المحاضره عايز تاكل هتاكل عايز تنام هتنام عايز تتخانق مع المركز قدامك ده هتتخانق معاه مفيش مشكله خالص ها اقولها بسرعه تاني يبقى هتطلع لي هذه الكورتيكو سباينال تراكت منين؟ من الموتور كورتكس 160% من اريا 4 اريا 6 40% من اذر ايريز اريا 3 1 2
واري 5 و7 هتعمل لي حاجه اسمها كورونا رادياتا. رادياتا زي اشعه كده طلع. كورونا رادياتا مشيت فين؟ في الانتيريور تو سيرف وذا بوستيريور ليرفو في الانترنال كبسول. وزي ما بقول دايما يا جماعه كل ما ارسم بايديا الحاجات كل ما المعلومات تثبت اكتر. هتاخد منك وقت المذاكره اه بس المعلومه ايه؟ اللي بيجي سهل بيروح بسهوله واللي بيجي صعب ها؟ بيروح بصعوبه. يعني دلوقتي واحد كان بيدي لابنه كل يوم مثلا وليكن 100 جنيه فكل يوم انت ما كفوش انت ضاعوا مني انت انا جبت معاك فعايز يحسسه بقيمه القرش. قام جه في يوم كده هو قام جايب ال 100 جنيه وقال له بص دي ال 100 جنيه بتاعت النهارده يعني. وقام ايه؟ ده انا هل في تضمر كده هو انا كسر ما عارف ناس اهل الفلوس دي كسر يروح يدور على وجهه ما عارف انه لو طلب وديته وديتيه مش عارف 100 مش عارف 200 هياخد بدل 100 200 صح؟ فالمهم وبرضه عايز اعلمه درس بقى. فاتفق مع والدته بص بقى احنا في اجازه دلوقتي ولا عندنا كليه ولا مش كليه ولا الكلام ده مش هياخد قرش سهل انا عايز فتره الاجازه فلان الفلاني ده عنده معرفش المشروع الفلاني ده بيقف معاه شويه في المشروع ده هو هيدي له ايه يوميه مثلا زي ما يتفق معاه فراح اتفق معاه انه هيدي له في اليوم 50 جنيه بس طلع ايه وقت كان بيروح اليوم بيرجع مهدود خلاص فابوه قام جاي من وراه كده في اليوم اللي خد فيه ال 50 جنيه راح خد ال 50 جنيه وقام رماهم في حته ضلمه كده في الاوضه طلع قعد يدور فين ال 50 جنيه بتاع النهارده مش لاقيهم قلب الشقه علشان يدور عليها فين يا ابني انت مش كانت 100 جنيه وكانت تترمى قال له قال له ساعتها ساعتها انا تعبت وانا حسيت بقيمه الايه؟ ال 100 جنيه دي وضاعوا ما احنا سوا اخد 100 اضحك على امي الكلمتين واخد ال 100 ولا 200 صح؟ لكن دلوقتي طلع عيني في ال 50 جنيه دول ده انا تعبت بيهم ده انا قعدت طول اليوم اشتغل علشان اجيبهم تقول لي وقعهم ده انا اعمل ايه يعني اعمل اللي عشان الاقيهم مثلا انا بوريك ايه؟ انا عايز اوصل لك واحد يقول لك بس فين يا عم انا مش بقول سيد انت عارف المليون جنيه اللي بيقعدوا في الخروجه؟ ما علينا. المهم يا جماعه الفكره ايه؟ انا لما اقعد اذاكر اقعد ارسم اقعد اقرا اقعد اعمل هتاخد مني المذاكره وقت بس المعلومه مش هتروح بسهوله. امسك الكتاب كده واعمل نفسك بالحريه او هتطلع مسك عم سكه صح ما خدنا الحكم مش هي يا عم بتاعت الفرق طب الوزاره دي عامله الاشتكاية بتاعت البراليزز وتلاقي نفسك من ايه الشيطان ضحك عليك وحسسك انك فاهم تقفل الكتاب يا عم في ماتش النهارده طب تعالى نسمع طب في خروج النهارده تعالى نخرج طب في امتحان بكره يا عم نذاكر تيجي بقى تذاكر ليله الامتحان بيراميد التراب طب تطلع من ايه وكمان فيها ثلاثه طايرس وكل طاير بينشف ما اعرفش ايه فطريقك ايه؟ مسدود 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 انت كنت في دماغك انها سهله مش تنضحك عليك جيت بقى عشان تظبط نفسك من الامتحان صح ولا لا؟ فنرجع يا جماعه في فرصه لنفس الاسم. ها الكلمتين دول عشان ايه؟ علشان نخرج من الايه؟ من العكننه بتاعت الفسيولوجي. خلاص؟ المهم وصلنا لمين يا جماعه؟ الانتيرو توسير وتوصيل الليبرو في الترنا كابسول نزلت في البرين ستيم سواء من برين بقى او البونز او المدلع اكسل لحد ما وصلنا للقمر باتر وزي مدلع عملت الميدالة ريبيرال في اللور باتر وزي مدلع بدات يحصل الفيت او ديستنيشن بقى النهايه بقى بتاعت ايه او ديستريبيوشن بعد كده بتاعت الايه كروس فاينل مختلف طرق بس موصل ذا فايبرز كروس او ذا فاينل في اللور باتر وزي مدلع دي تعمل لي كروس او اللاتر كروس فاينل 20 او على 20% عشان مش واحد يجي يقول لي يا دكتور مكتوب 80% ومكتوب 20 وبعدين مكتوب 1 واحنا عندنا 101% هي دي ثانويه عامه اقول له لا ركز قبل ال 20 مكتوب اباوت وقبل الواحد مكتوب اباوت يعني معناها ايه؟ ماهيش 20 يعني بالملي يعني ماهيش 1 بالملي خلاص؟ اباوت 1% بينزلوا اكس لاترال بقول عليها الايه؟ اكس لاترال كورتيكو اسمع كلام جميل. انا طيب انا دلوقتي البيانات اللي تراكت نزلت اللي هي كورتيكو سباينال غزت مين؟ المسلز بتاعت الجسم ما عدا الهيد. طيب الهيد اخباره ايه؟ الريسك اكبر مسلز.
قال لك الهيد معاك اكسترا اوربيتال ماسل اللي هتركت لوحدها. اسمها كورتيكو بالبر. هتطلع لي منين؟ من اريا 4 واريا 6. كلام جميل. يبقى هتطلع من اريا 4 واريا 6. بعد كده هتعمل ايه؟ هتنزل في كورونا راديتا برضه. بس ركزوا معايا بقى في النقطة اللي جاية دي. في الانترنال كبسول هتنزل فين؟ في حاجة اسمها الجينو، فاكرين الجينو المفصل الركبة؟ الجينو في الانترنال كبسول. يبقى ما أقول لك ويتش ديسندنج تراك بص رود الجينو وفي انترنال كبسول هي الكورتيكو بالبر. ثم هتنزل على البرين ستيم. موست اوف ذا فايبرز كروس تو ذا كونترال لاترال سايد. اغلب الفايبرز هتعدي. بعض الفايبرز هتنزل في السيل سايد. طيب هتروح تنتهي فين؟ على الموتور نيوكلياي ذات سبلاي هيد ستراكشر ما عدا مين؟ الاكسترا اوبيلار ماسك. يعني هتروح من الموتور نيوكلياي وفي رينيا نام خمسه وسبعة وتسعة وعشرة واحداشر واتناشر دول اللي بينزلوا الهيد ستراكشر ما عدا الاكسترا اوبيلار ماسك. يعني بمعنى اخر واضح ان هتبقى هذه الموتور نيوكليار بايلاترال انرفيتد كده. ليه؟ لان هيجيلها ركزوا يا جماعه هيجيلها يا نهار من الكونترا لاترال سايد اهي وبعض الفايبرز من هنا. يعني على سبيل المثال لو انا قلت للناحيات اغلب الفايبر هتجيلها من الكونترا لاترال سايد لكن في بعض الفايبر هيجيلها من السيل سايد. يعني معناها ان كل الموتور نيوكليار اوف كرينيال نيرفز اللي بتنزل الهيد اند نيك اهيت او الهيد ستراكشر ما عدا الاكسترا اوبيلار ماسل بايناترالي اور تو انرفيتد. لكن في اكسبشن ركزوا ممكن نسالها على ايه سؤال يقول لك ايه موتور نيوكليار اوف ويتش كرينيال نيرفز ار يونيلاترالي انرفيتد باي بايناترالي. انا لسه بقول كل الموتور نيوكليار لا مش كله قلت لك لا الموتور نيوكليار اللي انا قلتهم حالا اغلبهم بايلاترال انرفيت لكن في اكسبشن بقى ما هوش بايلاترال انرفيت. يعني هلاقي الهايبوبلوسم نيوكليس اللي هي بتاعت مين؟ كرينيا نيرف رقم 12 واللور هاف اوفيشال نيوكليس ديت يونيلاترال انرفيت وبيبقوا انرفيتد من الكونترا لاترال يعني بمعنى انا عارف دلوقتي مثلا ان اللور هاف اوف ذا فيشيال نيوكليس بتسبلاي اللور هاف اوف ذا بادي ماشي والابر هاف سبلاي باي سبلاي الابر هاف اوف ذا فيس انا عايز الفيس مش البادي. يبقى الثاني الموتور نيوكليس اوف فيشيال نيرف بتسبلاي وان هاف اوف ذا فيس. طيب اللور هاف اوف موتور نيوكليس بيسبلاي اللور هاف اوف ذا فيس الابر هاف الابر هاف اوف ذا فيس. يعني بمعنى اخر لو حصل ليجن بصوا على الصوره اللي جايه ديت عشان اطبق على دي وهتتكلم في الابر موتور نيورون لو حصل ليجن الفيشيال نيرف لو حصل ليجن في الفيشيال نيرف فابر موتور نيورون ليجن هنا كده على مثلا ديتا سايد اللي هو على الرايت سايد. يعني لما ركزوا في حته سي ام كيو وهنكررها واحنا بنتكلم في الابر موتور نيرون ليجن لو حصل ابسي لاترال ابر موتور نيرون ليجن يعني معناها ليجن ان وان سايد. لو قلت لك مثلا لو حصل رايت ابر موتور نيرون ليجن اوفيشال نيرف يعني على الجانب اليمين ده اهو حصل ابر موتور نيرون ليجن اوفيشال نيرف تتوقع ايه الصوره؟ اتفقنا ان الفيشيال نيوكليس الابر هاف بتاعها بايلاترال انرفيت لكن اللور هاف يونيلاترال وبتبقى انرفيتد بالكونترا لاترال ايه؟ ديسندنج بيراميدال تراك. يبقى معناها ان اللور هاف اوف ذا فيس اون ذا كونترا لاترال سايد هيبقى افكت في حاله مين؟ الابر موتور نيورون ليجن. يبقى في الحاله دي زي ما بقول في الصوره هلاقي ان هو حصل ايه؟ اللور هاف اوف ذا فيس از افكتد بالابر موتور نيورون ليجن على الرايت سايد. يبقى على الليفت سايد هنا في اللور هاف افكتد. طيب لو حصل لور موتور نيورون ليجن هنا على الليفت سايد ها
هيبقى كل النيرف سايد افكتد، لان النيرف نفسه افكتد. يعني على سبيل المثال لو انا قلت لك مثلا حصل لور موتور نيرون ليجن اوفيشال نيرف، هتعمل ايه؟ هتأفكت الابسي لاترال سايد اوف ذا فيس. يعني الفيس افكت ذا سايد، يعني الفيشال نيرف سبلايز هاف اوف ذا فيس من الناحيه دي. طب حصل ليجن لور موتور نيرون، يبقى ذيس هاف از افكتد، سواء الابر هاف بتاعه او اللور هاف. طيب افرضوا بقى لو عايزين هسال اس كيو بصيغتين او بصيغ كتير قوي، يقول لك ابر موتور نيرون ليجن اوف ذا ليفت فيشال نيرف كوز افكشن اوف ذا لور هاف اوف ذا ليفت سايد اوف ذا فيس، ولا الابر هاف اوف ذا ليفت سايد اوف ذا فيس، ولا اللور هاف اوف رايت سايد اوف ذا فيس، ولا الابر هاف اوف رايت سايد اوف ذا فيس؟ اللي جاب هنا وابر موتور نيرون يبقى افكشن هنا. الخلاصه ايه؟ ان الكورتيكو بلبر تراك بتسبلاي بايلاترا كل الموتور نيورونال اوف كرينيا نيرف ذات سبلاي ده هيك اكسب كل الهايبو بلوسر نيورونز واللور هاف اوف يبقى لو رجعت للسؤال اللي انا حطيته لكم وقلت لكم ان البيانيتال تراك يونيلاترال سبلاي مين بقى؟ هل الترايجيمينال والفيشال؟ لا. هل الترايجيمينال و مين ده؟ جلوسوفارينشال ولا الفيشال والفيغاس ولا الفيشيال والهايبوكلوسال؟ الفيشيال والهايبوكلوسال كاتب لك يا مركوزة دي اسمها الكورتيكو ايه؟ كورتيكو بلبر. طب انا دلوقتي ها ما تقلقوش هديكم بريك بس هخلص بس البيراميدز هانت يا جماعه ها فداء عايز تاخدوا بريك وبعدين نكمل؟ ها خدوا بريك نركز مع بعض يا جماعه. في ناس بتقول لي انت توهتني انا مش عارفه امتى وان هاف اوف ذا فيس يتاثر وان جزء القمر والنور هاف اوف ذا فيس يتاثر في القمر والنور نقطه اللي هي بقولها تاني وهعيدها تاني اذا كان لنا عمر ونصير المحاضره الجايه بمنتهى البساطه. صلوا على النبي الاول كده ركزوا معايا كده. اول حاجه بقول ايه؟ انا بتكلم في حاجه اسمها كورتيكو بلبر تراك. الكورتيكو بلبر تراك طالعه لي منين؟ اهو طالعه لي منين يا اربعه في ياسين؟ لا ده ولا عليها نزلت على كورونا لا ديها وواحد رجعها فين؟ في الجينو او مشيت مش رجعها مشيت في الجينو في الانترنال كابسول ونزلت في السيري فايت لحد ما وصلت لمين؟ للبرين ستيم. في البرين ستيم موجود عندي النيوكلياس بتاع الفيشيال ده. خلاص؟ قال لك خلي بالك الفايبرز وهي نازله لما توصل للبرين ستيم بتعمل كروسنج اهو. اما عملت كروسنج راحت منين؟ للكونترالاترال موتور نيوكليار اوفيشال. متفقين؟ موست اوف ذا فايبرز بتعمل كروسنج. لكن بعض الفايبرز بتنزل اكس لاتر. قال لك الفيشال نيوكليس ده كان تست بصفه مهمه قوي. ان الابر هاف بتاعها بتاع النيوكليس غير اللور هاف. الابر هاف بتاعها بيمتاز انه مسؤول عن الايه؟ الموتيليتي بتاع الماسلز اللي موجوده في الابر هاف اوف ذا فيس. اللور هاف اوفيشال نيوكليس مسؤول عن اللور هاف اوف ذا فيس، ده اول فرق بينهم. تاني فرق قال لك الابر هاف اوفيشال نيوكليس بايلاترالي انرفيتد، يعني ايه؟ يعني بتاخد انرفيشن مسلم من الكونترا لاترا الكورتيكو بلبر وبعض الفايبرز من الاكس لاترا. ده الابر هاف اوفيشال نيوكليس. اللور هاف اوفيشال نيوكليس غلبانه ما بتاخدش بس الا من الكونترا لاترا الكورتيكو بلبر، ما بتاخدش من الاكس لاترا. يعني اللور هاف اوفيشال نيوكليس مالها؟ يونيلاترالي ان الايه؟ لحد كده في اي مشكله؟ طيب لو جينا عملنا ابر موتور نيرون ليجن على الرايت سايد
مين اللي هيتاثر؟ البياترالي انرفيتد ولا اليونيلاترالي انرفيتد؟ مش احنا بناخد حاجه في الاناتوم يا جماعه اسمها ان ذا ارترز، وان الارترز بتعمل حاجه اسمها كولاترالز، صح؟ وانا عندي دلوقتي ان ذا ارتري، يعني معناها ارتري ما فيش ايه؟ ما فيش برانشز بتطلع وتعمل اناستوموزس والكلام من ده. يبقى الاورجن اليونيلاترالي سبلايد باللاك هيبقى افكتد لو ده اتقطع. لكن لو بايلاترال سبلاي مش لو ايه؟ كان الاول يقول لك انا عندي ايه؟ فلان زعلني انا اروح اترمي في حضن فلان. كان الاثنين اقوياء ويساعدوني. انا زعلان من ده اروح اتصالح في وشه، طب انا ما عادش الا واحد بس اللي انا ايه؟ اتبحلب علشان يعني يرضى عني، صح ولا لا؟ للاسف الشديد صح؟ اما يبقى يونيلاترال مالكش الا ده. عاجبك ولا مش عاجبك؟ ده النظام بتاعي، ده اللي انا عايزه، عاجبك ولا مش عاجبك؟ ده يونيلاترال. لكن البيلاترال يا عم اتقطع انا مالي، يعني لما يتقطع الار ار ذا بيس ما عندوش مشكله. ليه؟ لان واخد انرفيشن من الاكس لاترال سايد. لكن اللور هاف اوف ذا فيس انرفيتد من ايه؟ من اللور هاف اوف فيشال نيوكلس اللي هي بتاخد انرفيشن من الكونترا لاترال سايد، يعني من وبالتالي اللور هاف اوف ذا كونترا لاترال سايد اوف ذا فيس بقى افكتد. لما يحصل تاني اقرا موتور نيرون ليجن اوفيشال نيرف الافكشن هيبقى فين؟ في الكونترا لاترال لور هاف اوف ذا فيس. ليه يا ابني؟ تقول له لان اللور هاف اوفيشال نيوكليس از يونيلاترالي انرفيتد فروم ذا كونترا لاترال كورتيكو بالبر تراكت. في اي مشكله في الاقرا موتور نيرون كده؟ طيب زميلكم بيقول يا جماعه طيب ده الاول اوتو نيرون، طب اللي هو اوتو نيرون هو ليه خد النيرف؟ انا عندي دلوقتي نيرف فيشيال نيوكلياس هنا هتروح تعمل سبلاي للاكسي لاترال سايروفيس. السلاتر يعني في نفس الاتجاه، يعني الفيشيال نيرف اهو راح يغذي انا ناحيه مثلا نيرف سايروفيس راح يغذي نيرف سايروفيس. طب انا قطعت النيرف نفسه فيش نيرف نفسه عملت اللي هو موتور نيرون، يعني المصر اللي هنا دي كلها النيرف بتاعها اتقطع، فهتبقى افكتد ولا لا؟ يبقى بالتالي في اللور موتور نيرون ليجن يعني معناها الفيش نيرف نفسه اللي اتقطع مش الكنترول بتاعه، مش الابر موتور نيرون بتاعه، الابر موتور نيرون نازله مديها شويه انبس عشان تافكت ايه؟ تزود حاجه تقلل حاجه الكلام ده. يبقى مين اللي هيبقى افكتد في اللور موتور نيرون؟ يبقى الايه؟ السيل سايد اوف ليجن، يعني بمعنى لو اللور موتور نيرون على الرايت سايد هيبقى رايت هاف اوف ذا فيس افكت. ها؟ تاني في الابر موتور الكلام ده هيتكرر المحاضره الجايه اذا كان عمرو نصير. في الابر موتور نيرون ليجن اوفيشال نيرف اللي بيبقى افكتد الكونترا لاترال لور هاف اوف ذا فيس. ليه؟ لان الفيشيال نيرف نيوكليوس الابر هاف بتاعها بايلاترال انرفيت، لكن اللور هاف بتاعها يونيلاترال وانرفيتد منين؟ من الكونترالاترال سايد. لكن اللور موتور نيرون ليجن معناها ان الفيشيال نيرف نفسه اتقطع، اما عضله النيرف سبلاي بتاعها بتقطع بتتاثر ولا ما بتتاثرش؟ اما اقول لك ان الفيشيال نيرف نفسه اللي بيغذي الايه المصلز الموجوده في ذا سايد اوف ذا فيس is affected يبقى هذا السايد is affected، صح؟ مش الناحيه الثانيه، ده ما بتعملش اللور موتور نيرون راحت في نفس الاتجاه. ها كلام سهل ولا صعب؟ ها واضحه؟ كلام كويس. طيب خدنا وقت طويل يا جماعه. البروتوكول نفس السكه بس مع اختلافات طفيفه. بتطلع من حاجه اسمها فرانتال اي فيلد اريا اللي هي اريا 8، وهذه الفرنتال اي فيلد ايه؟ هي اريا 8 الفايبر في انها تنزل تعمل لي كورونا راديتها بره. هتروح على الانترنال كبسول، لكن هتروح فين في الانترنال كبسول؟ في الانتيريور لينك اوف انترنال كبسول. منها هتنزل لمين؟ للميد برين والبوز. الفايبر هتعمل كروسنج للكونترا لاترال سايد علشان تنتهي على الموتور نيوكلياي اوف اوبيولار كرينيا نيرفز اللي هما الكام؟ الثالث والرابع والسادس. يبقى واضح ان البيراميدال
بتسبلاي كل الجسم اهو. الكورتيكوس باينال كل الجسم ما عدا الاستراكشر. الكورتيكوس بايمر كل الهيد ما عدا الاستراكشر المصري. الكورتيكوس يوكيار ها الاستراكشر المصري. الكورتيكوس البيرامينال تراك بتشغل كل الانترنال كبسول ازاي؟ هلاقي في البوستيريور نيم الانتيريور تو سيرفس انترنال كبسول بينزل فيها مين؟ الكورتيكوس باينال. الجينوس انترنال كبسول ينزل فيها مين؟ الكورتيكو بالبر. الانتيريور نيرف انترنال كبسول ينزل فيها مين؟ ها؟ الكورتيكو يوم. كلام كويس. طيب ايه الفانكشن وايه الافكت اوف ريجن؟ الكلام ده اللي جاي ده كله تجميع وانا بتكلم في الاكسترا بايلاندا ده قارن ما بين حاجه وحاجه تبقى امور سهله قوي. اول حاجه زي ما قلت اثناء الشرح قلت ده تعمل انيشيشن اوف فايل سكيلد فولانتري موفمنت سبيشالي فين؟ سبيشالي في الديستال ماسكس. عايز اكتب عايز اشتغل على على الموبايل على اللابتوب على 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 الفايل موفمنت ده هي اللي بيتحكم فيها البيرامينال تراك. طب ايه اللي بقى تفتكروا واحنا بنتكلم في الاسترتش ريفلكس كنت بتعمل ايه؟ في الاسترتش ريفلكس استنجلاك يعني بتزود المصل طول وبتزود التندون جيل. يبقى ده الوظيفه انها بتعمل استيميليشن للمصل طول. تالت حاجه قلناها اثناء مش الكلام ده تجميع اللي احنا قلناه يا جماعه. تالت حاجه انهبيشن اوف بريمتيف ريفلكس. زي ايه؟ زي البابينسكي سايد. وبالتالي لما يحصل ليجن ركزوا لو حصل ليجن بقى في بيرامينال عكس الفانكشن. حصل ليجن هيبقى فيه نص اوف ايه؟ انيشيشن اوف فاين سكيلد فولانتري موفمنت. لو بيور بايرامينال تراكت ليجن هلاقي التون قليل. مش احنا عارفين ان اريا 4 دي فاسيليتاتور للمصل تون؟ لو حصل ليجن اريا 4 يعني بيور بايرامينال تراكت ليجن يبقى منطقيا هيجي المصل تون. لكن على امتداد الديسندنج تراكت البيرامينال بلاقي ماشي لازم فيها اكسترا بيرامينال. فدايما بلاقي الليجن في البيرامينال تبقى مصروعه بالاكسترا بيرامينال. ما عدا مكانين الميدالري بيرامينال واريا 4. لو حصل بيور بيرامينال تراك ريجن سواء في اريا 4 او في الميدالري بيراميد اقول يحصل هايبوتونيا وهايبوريفليكسيا. لكن قلت كلام مطلق بيرامينال الموست كومن انها تبقى اكبر اكسترا بيرامينال والموست كومن في الانترنال كابسول زي ما تختار المحاضره اللي بعد الجاي يبقى هيبقى معاها هايبرتونيا وسباستيستي. يبقى في باراليسيس في نص وفاين سكيل دوبلانتري موفمنت اون ذا كنترول لاترال سايد اوف ذا بادي. الطول اكوردنج لايه؟ للتايم اوف ليجن. لو بيور بيرامينال يحصل هايبوتونيا زي اريا 4 ليجن او في حاله الايه؟ الميدالري بيراميد ليجن. لو في الانترنال كبسول يبقى تديني هايبرتونيا واحنا بناخد فيه الاول نقطه دون ليجن وما بتاخد في الانترنال كبسول ليجن هنعرف ليه يحصل هايبرتونيا. وتحسوا احنا قلنا جزء منها انها بتبقى اكمبانيت باي ليجن في الاكسترا بايرال. تالت حاجه عندي ري ابيرنس اوف سام بريمتيف ريفلكس زي الدابينسكي صح. يبقى انا دلوقتي تو سامرايز لما اجي اتكلم على البيراميدال عرفت الاوريجن طالعه منين؟ عرفت الكورس ايه؟ عرفت الفيت بتاعها فين او السيليشن بتاعها ايه؟ عرفت التايبس بتاعتها عرفت الفانكشن عرفت الايفكت اوف ليجن. الجزء اللي جاي من المحاضره كاني براجع على اللي فات وبضيف له ايه؟ ان انا بعمل مقارنه بقى. مقارنه بين السكتين، انا قلت لك انا مشيت من سكه من هنا ومتغنى وان واي ما وقفتش في حته وسكه ثانيه وقفت كل شويه هتقول لي والله انت وصلت هنا في وقت قد كده، ده انت مشيت هنا وقفت هنا وهكذا هنعملها جاي مقارنه. يبقى التراك الثانيه يا جماعه الاكسترا بايراميدال تراكس او اكسترا بايراميدال سيستم اقول عليه اندايركت موتور سيستم. في خطا بطلع هنا يا جماعه لا خطا في الضباع ده مش دايركت ده ان دايركت في اي اند هنا عشان نفتكر هناك البيراميدال تراك هي الدايركت الاكسترا بيراميدال ان دايركت. ان دايركت يعني معناها في مالتي ستيشنز لكن الدايركت معناها الوان ستيشن. يبقى الاكسترا بيراميدال تراك اسم الدلع بتاعها ان دايركت موتور سيستم
التراك. انا عايز اعرف ديفينيشن، عايز اعرف الفيشر تايب فانكشن، بس كلام سهل. ليه؟ لان انا حطيت الاساس اللي على اساسه هاتلي الكلام كله. اجي اقول لك ديفينيشن ايه التراك؟ اذر ذان زي بيراميدال استرم اكسترا بيراميدال. دي صعبه يا جماعه، اسمها اكسترا بيراميدال يعني غير البيراميدال. يبقى ايه ديسندنج تراك اذر ذان زي بيراميدال هو العلاقه بتاعته ايه؟ بس اكسترا بيراميدال تراك. يبقى اول حاجه تهمني ديفينيشن. يبقى ايه ديسندنج تراك اذر ذان زي بيراميدال تراك هو العلاقه اكسترا بيراميدال. يعني بتنمو مع عدد غير محدود. اللي هنتكلم عنه النهارده مجرد اكزامبلز. وضحت الصوره يا جماعه عشان ما حدش يجي يسالك في الايه؟ في الشبكه اللي بينظم معاك. يقول لك يا ابني تقدر تعد لي كل اكسترا بيراميدال تراكس في جسمك؟ عندي ايه؟ اوبرو سباينا، في ستيبلو سباينا، اوليفو سباينا، وعامل نفسك ابو العريف، عارف كل حاجه. يعني ما فيش ولا اكسترا بيراميدال تراك. لا والله يا دكتور اجيب لك الكتاب، الكتاب اهو يا دكتور مكتوب اهو، في حاجه ثانيه غير دول؟ يا حبيبي الاكسترا بيراميدال الديفينيشن بيقول ايه؟ ان ديسندنج تراك اصغر سيلز بيراميدال استرمت اكسترا بيراميدال. مش هتقدر تعدهم كلهم، احنا بنديك اكزامبل، حتى مكتوب لك ذا موست كومن اكزامبل. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. في سيرفن كاركترستيك فيتشر. اول حاجه بدل وان واي تراك ده هيقول عليها ايه؟ ماست ستيشن. طالب الشرطه يا جماعه اللي بيذاكر يعمل جدول مقارنه. بعد ما يخلص البيراميدا والاكسترا بيراميدا يعملهم كجدول مقارنه كده. يكتب هنا البيراميدا، هنا الاكسترا بيراميدا. هنا الديفينيشن، هنا الديفينيشن. تايبس من التايبس، كاركترستيك فيتشر، كاركترستيك فيتشر، الاوريجن، الكورس، الفيت، الفانكشن، الايفكت اوف ليجن، الحاجه اللي عملها بيدي عمري ما انساها. الحاجه اللي انت هتعملها كجدول مقارنه وتكتبها بيدي ده عمرك ما هتنساه. غير ان انا اقعد احفظ بس كده، تحفظ من هنا في الكتاب كانك وزيت مغازيه. تلاقي نفسك نسيت كل حاجه. ما عليك. يبقى جروب اوف مالتي ستيشن تراكت، وزي ما قلت لك اهو اندايركت ديسندنج تراك مالتي ستيشن. ارايز مينلي فروم اريا 6 واريا 4 سب كوريسو اند سم نيوكلياي ان برين ستيم. زي ما هتشوف حاجه. يبقى مالتي ستيشن هناك وان ستيشن. هنا اندايركت هناك الدايركت. هنا تطلع من اريا كم؟ 6 واريا 4 سب كوريسو والسم نيوكلياي. البرين ستيم لا ده هناك بتطلع من اريا ايه؟ 4 اريا 6 اريا 3 1 2 اريا 5 7. كلام سهل يا جماعه؟ طيب النقطه اللي بعد كده الكورس، ركزوا في النقطه دي مهمه قوي. ازاي بقى الاكسترا دايناميكال تراك بتمشي في سكتها اللي هم النص كومن تايب اللي عايزين نتكلم عنهم ده؟ عرفنا انهم بيطلعوا منين؟ من الموتور كورتكس اريا 6 ليمي بليس اكستند اريا 4 اند اريا 4 سبريسور وهيعملوا لي هينزلوا لي على حاجه اسمها البيزا الجانجلي او البيزا النيوكليير اللي قلت لك هتبقى في محاضره طويله عريضه عشان اللي شويه اللي جايين دول يا جماعه عشان الناس ما تتلحقش. الناس تقول لك وقت تاخد المرحله نبتدي فاهمين وبعد شويه تلاقي احنا بصينا وغمضنا والدنيا بقى بسرعه تخش. بص يا جماعه زي ما عارف نزلت وقلت عشان ما حدش يعقدك ولا حد يضايقك. الخمس ست محاضرات سبع محاضرات اللي هم بدايه من اول محاضره اديتها لكم ليه؟ اللي بعد كده الخمس ست محاضرات كلهم مرتبطين ببعض. كل شويه تلاقيني بقى اقول ايه؟ اسامي غريبه هتقطع في المحاضره بعد كده. اسامي غريبه لها محاضره لوحدها فما اقلقش اذاكر وكل مره اذاكر جزئيه اكبر الاقي الامور هتوضع عني. مفيش حاجه صعبه، اللي يقول لك حاجه صعبه بيضحك عليه. مفيش حاجه في الدنيا صعبه مع المذاكره والاجتهاد. الحاجه تبقى صعبه انت ونهار قدام الفيسبوك. دي الحاجة تبقى صعبة. الحاجة لما أقعد أقول لك ده قليلنا في عشتنا، لازم ما عندكش ذمة ولا ضمير. صح؟ يبقى أنت اللي ما عندكش ذمة ولا ضمير. أنا لو عندك ذمة وضمير هتبقى واحد ساكت. وضحت الصورة يا جماعة؟ كلام كويس. يبقى أنا عندي دلوقتي إيه؟ الفايبرز هتنزل على حاجة اسمها كوربس استرايتا. ده جزء في البيزا الجانبي، يعني هو كده عشان مش عايز أدخل في تفاصيل الكلام ده عشان ما تدخوش. سيرتن نيو حاجة اسمها كورنس استرايتوم في الفيزا الجنجل وهتتقابل فوق دتين في محاضرة لوحدها. من الكورنس استرايتوم جوه الفيزا الجنجل نفسها برضه هتطلع نيرون تاني. خلي بالك اهو
جلوبس بالغس. الجلوبس بالغس ده هي توصل لها بيرد هي نفسها بقى عامله زي سنترال ايام زمان لما تتصل تقول اديني النمره الفلانيه، كان واحد عايز يتصل من بلد لبلد اتصل بالسنترال الاول انا على الخط اديني البلد الفلانيه او اديني النمره الفلانيه في البلد الفلانيه، كان عامل زي سنترال كان بيوزع ديستريبيوتر. فالجلوبس بالغس لسه بيقوم بالدور ده بتوصل لها بيرد هي نفسها بتوزع الباسس لسيرف النيوكلياي موجوده في البرين ستيم. في النيوكلياي موجوده في البيت برين، في النيوكلياي موجوده في المضاده البنجاتا، في النيوكلياي موجوده فين؟ في البوز. فهلاقي فايبرز هتروح لحاجه اسمها الريد نيوكلس في البيت برين، حاجه اسمها التكتم سوبير وانفيريور كوليكولار في البيت برين. من الريد نيوكلس هينزل تراكت ثانيه باسمها من الريد نيوكلس من انتيريور هورن سيرفو سباينال كورد بيقولوا عليها روبرو سباينال تراكت. ومن التكتم من انتيريور هورن سيرفز بيقولوا عليها تيك تو سباينال تراكت. بعض الفايت هتنزل من الجلوبس بالغس تروح لاريا فين؟ في البوز والمضانة اوبلونجاتا زي الريتيكولار فورميشن مثلا، وده اسم هيتقال في محاضره طويله ما يقلقش. ريتيكولار فورميشن نت ورك اوف سيرتن فايبر موجوده على ابتداء البرين ستيم على الريتيكولار فورميشن. لا علاقه بالستيك ولا علاقه بفانكشنز كتير قوي هتتقال في محاضره لوحدها بعد كده مع السنين ميكانيزم. فهتنزل منها فايبر للسباينال كورد اكيد هو اللي بيقولوا عليها ريتيكولو سباينال فايبرز. طيب في البونز والمنظر بنجيبها في سيرتن اذر نيوكليار زي حاجه اسمها اوليفر نيوكلياس وحاجه اسمها الاستيبيولار نيوكلياس، فهينزل لها فايبرز اهي منها هيطلع تراك ثانيه يقول عليها ايه؟ اوليفو سباينر وفيستيبيولو سباينر. يعني الخلاصه واضح ايه؟ واضح ان انا ماشي في مالتي ستيشن في كذا نيرون. النيرون الاول نزلت من فوق من الموتور كورتكس لحد ما وصلنا للبيزا الجانبي لحاجه اسمها الكوربس استرايشن. نيرون ثانيه من الجلوبس ترايتر للجلوبس بالغس. الجلوبس بالغس اكت از ديستريبيوتر وزع للاكسترا دايركتال تراكتس. بعض الفايبرز هتروح للريد نيوكلس اللي بدورها هتنزل السندنج تراكت ده يقول عليها روبرو سباينر. بعض الفايبرز هتروح للبيكتر اوف ميد برين اللي هتنزل فايبرز للانتيير هورن سيل يقول عليها ديكتو سباينر. فايبرز هتروح للريتيكولار فورميشن اللي هتنزل السندنج تراكت السباينال كورد يقولوا عليها فيستيبيولو سباينر. فايبرز هتروح للفيستيبيولار نيوكلس اللي منها هتنزل السباينال كورد يقولوا عليها فيستيبيولو سباينر. فايبرز هتروح للاوليفر نيوكلس يقولوا عليها اوليفو سباينر. دي تجميعه كل ده بتديها كلها بسرعه سهله وبسيطه. المهم الرسمه دي توريك الدنيا ماشيه ازاي، اكسترا بايرندال ماشيه ازاي. هل هي وان واي ستيشن؟ لا دي مالتي ستيشن. ده كذا نيرون في السكه بتاعتها يا جماعه، صح ولا لا؟ كلام كويس. لو خدنا مثال عندي اللي هنقوله دول امثله يا جماعه لما بعيد وزير وكاره. اول تراكت عندي حاجه اسمها روبرو سباينال تراك. الاسم اللي هو بقى الكامل ده لو هنتكلم بالاسم اللي مكتوب في البطاقه اسمها كورتيكو روبرو سباينال تراك. لو هنمشي بقى من فوق من بدايتها لحد اخرها. الروبرو سباينال تراك منطقيا كده هتبقى بادئه منين؟ من الريد نيوكلس وفي البيت برين. خدوها قاعده دلوقتي وافتكروها وانتوا بتذاكروا. القواعد الصغيره اللي هقولها دي بتدي عشان ايه؟ التراكس بتاعت اكسترا بايرنت هتدخل في بعضها. اول قاعده هتقول ايه؟ التراكس اللي هتنزل من الميد برين لازم تعمل كروسنج. دي اول حاجه. يبقى اما تسمع عن روبرو سباينال يبقى تعمل كروسنج. تكتو سباينال هتعمل كروسنج. دي أول حاجة. القاعدة الثانية وأنا بتكلم في الإكسترا بيراميدال تراك، أي إكسترا بيراميدال تراك هتعمل كروسنج يبقى هتعمل انهبيشن للمصل تو. افتكروا دي. تاني. أي إكسترا بيراميدال تراك هتكروس تو ذا أولترا لاترال سايد يعني هتعدي للناحية الثانية يبقى الفانكشن بتاعتها هتعمل انهبيشن للمصل تو. زي إيه؟ زي تراك تاني. الروبوت سباينال فايبر هتطلع من الريد نيوكلس اوف ميد برين. هتعمل كروسنج للكونترا لاترال سايد. هتنزل تسبلاي الانتيريور هورن سيلز اوف سباينال كورد.
الفانكشن بتاعتها انهيبيتوري تو ماسل كوري. يبقى تاني يبقى الريد ريب امامشا لتراك اسمها كوبرو سباينال تراك. انا خلي بالك الفانكشنز بتاعتها ايه؟ اول حاجه زي ما قلت انهيبيشن للماسل كوري. تاني حاجه الاكسترا رايان ده لو تفتكروا قلت لك الفانكشن بتاعتها نيلي كنترول الاكزيال اند مين بانكي ماسل لان لها علاقه بالبطشه. وانا بتكلم لو تفتكروا قلت لك اريا 6 مش قلت اريا 6 اللي هي البريمونتال كورتكس مين بتكنترول البالكي ماسل اللي لها علاقه بالبادي بوستشر. لكن الاريا 4 اللي هي منشا الفيرانيا ده مين الديستال ماسل المسؤوله عن الفاين سكيل فولانتري مومنت. افتكروا كده بيرانيا بتاع مين اريا 4 التنشن تفتكروها اكسترا بيرانيا اللي انا بتكلم على اريا 6. وضحت الصوره يا جماعه ولا بذاكر اريا 4 واريا 6 اللي هينطبق على الدايناميك هينطبق على اريا 4 هينطبق على اكسترا بيرانيا ده اللي هينطبق على اريا 6. المهم تاني حاجه الميديال انهبيتور انبلس من الاريا 6 طبعا الاريا 6 هي المنشا يبقى الانهبيتور انبلس هتنزل من خلالها. من الجزء الجنبي انت عارفين اهو في السكه بتاعتها عدت على الجزء الجنبي على الباليو سيربيلا بعض الفايبرز هتيجي من جزء من السيربيلا اسمه الباليو هنفتكره ساعتها واحنا بنتكلم في السيربيلا. اخر حاجه بتكنترول اكزيال اند جلد ماسل المين سنترال ماسل البالكي ماسل اكزيال ماسل ماسل اوف ذا باك ماسل اوف ذا بروكسيمال بارت اوف ذا لينس. خلاص يا جماعه اول تراك اسمها ايه؟ روبرو سباينا بتعمل ايه في ايه؟ في الماسل تون يا تعمل كروزنج يبقى تعمل انفيشن للماسل تون. التبتو سباينا اتفقنا انها جايه منين؟ انا ماشي بالتراك بطريقه سهله بغض النظر. بصوا يا جماعه انا بعيد قياده الكلام اللي في الايديه باسلوب انا بطريقه حركة الفن ما بسمعش قران مش ماسك الكتاب وقاعد اسمع لك منه لا افهم ورتب زي ما انت عايز. فانا بدات بالتراك سليم ابتديت من الميد ريك روبرو سباينا هتعمل كروسنج انهبيتوري. التكتو سباينا هتعمل كروسنج انهبيتوري برضه. التكتو سباينا فين بقى نوع ايه؟ الاقرب هو دندرال تكتو سباينا. الاقرب بتنشا من حاجه اسمها سوبيريور كوليجولاس اوف ميد ريك ده نسمع عنها واحنا بنتكلم في الفيجن في السبيشال سينس. لان الوظيفه بتاعتها ات ميدياس فيجوال بروتكتيف سباينال ريفلكس او فيجوال سباينال بروتكتيف ريفلكس. يعني ايه؟ وانت ماشي كده جه دوق شديد عربيه ماشيه ومسلطه روحها في وشك هتعمل ايه؟ حاجه من الاثنين يا هتغمض يا هتدي ايدك تحطها ايه؟ على عينيك. ده بروتكتيف ريفلكس ولا لا؟ اللي بيعمله ميدياشن ده هو اكسترا بايرال تراك اسمها ايه؟ لاترال ايه؟ تكتو سباينال تراك مسؤول عن ايه؟ عن الفيجوال سباينال ريفلكس. طيب الفنترال او الميديان بتطلع من الانفيريور كوليبلس ودي مسؤوله عن الاوديتوري سباينال ريفلكس بروتكتيف ريفلكس برضه. زي ايه؟ انت ماشي واحد عيل ابن حالات كده جه وقال لك يا عم عايز اقول لك كلمه فانت وطيت عشان يقول لك الكلمه انزل انا مش سامع قام مسرح في ودانك هتعمل ايه؟ هتزقه وتحط ايدك على ودنك بسرعه صح؟ او لو انت ماشي وعربيه عملت صوت شديد تحط ايدك على ودنك ده بروتكتيف ريفلكس اللي بيعمله ميديشن ايه؟ انت عارف بيقول له ايه؟ عمو اضرب الجرس ده انا مش طايره خلاص؟ فالراجل ده جابه طيب وابن حلال ضرب الجرس قال له عمو ضرب الجرس قال له طب يلا نجري. المهم فيرتوال تكتو سباينال تراك بتطلع من ايه؟ من الانفيريور كوليبلس مسؤول عن ايه؟ اوديتور سباينال. طب ساعه الامتحان بتلاقي كله دخل في بعضه تيجي تقول انا فاكر ان التكتو سباينال في اوديتوري سباينال ريفلكسز وفي فيجوال. طيب السوبيريور كوليبلس مع واحده فيهم والانفيريور كوليبلس مع واحده فيهم. لو سالني قال لي السوبيريور كوليبلس is the center or is responsible for visual ولا auditory. انا ذاكر انها موجوده في الموضوع هي موجوده بس هي انه واحده. ركز معايا انا عندي superior colliculus و inferior colliculus واحده مسؤوله عن الفيجن الفيجوال ريفلكس واحده مسؤوله عن الاوديتور ريفلكس. مين اللي اعلى من الثاني؟ ودانك ولا عينيك؟ مش واخد وقت دماغه تحت كده ويخلي عينيك تحت ويقول لي يا وداني اللي اعلى. لا عينيك اعلى طبيعي او انت ايريك بوزيشن كده. فالفيجن فيجوال ريفلكس يبقى مين؟ سوبيريور كوليكولس. افتكرت؟ اللي تحت ديت اللي هي الاوديتوري يبقى الانفيريور ايه؟ انفيريور كوليكولس. هو لا تم كوليكولس يبقى الانفيريور ايه؟ تو. اللي تكبر صغير وده هنتكلم عنه المره الجايه والمحاضره اللي بعد الجايه برضه هتتكلموا عنها وانتوا بتتكلموا في الابر اللي هو الموتور نيرون ليجن.
وهتتكلموا عنها في الريتيكولار فورميشن. انا بوضح لك في نقط هتتكرر في كذا محاضره ما تقلقش، عشان النتيجه ايه؟ تسمع دلوقتي وتيجي تلاقي نفسك فتحت بقك في الاخر كده لازم تحرم عليك وظهر. حرام عليكم. هو واضح عليا يا دكتورش ان المحاضره لما تخلصي الجزء ده فهمته او ما فهمتوش؟ لا، انا بقول لك في جزئيه دقيقه خالص ايه انا مش هسمعها تاني، وفي جزئيه ده مش مكاننا احنا بنقولها لك دلوقتي ده انت هتتقال بعد كده. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. الريتيكولار فاينل تراك ده هتطلع من جزئين، جزء من البونز وجزء من المضله اوبلونجات. اللي هيطلع من البونز ده بيتقال عليه فاسيليتاتوري ريتيكولار فورميشن. الجزء بتاع الريتيكولار فورميشن اللي موجود في البونز بقول عليه فاسيليتاتوري ريتيكولار فورميشن، يعني بيعمل ستيميليشن لمصر التون والسليب بيبقى اسمه و و و. الجزء اللي بتاع المضله اوبلونجات ده انهبيتوري ريتيكولار فورميشن. واحد يقول انا عارف دخلت الامتحان وعارف ان الفاسيليتاتوري والانهبيتوري ريتيكولار فورميشن وان واحد فوق من البونز وواحد فوق من المضله. جيت ساعه الامتحان كله دخل في بعضه، اتصرف ازاي؟ هو انت عايز تقول يا جماعه فاسيليتاتوري يعني بيزيد والانهبيتوري يعني بيقل. الاعلى في المكان هو الفاسيليتاتوري. البونز اعلى ولا المضله؟ البونز. يبقى البونز هي الفاسيليتاتوري ريتيكولار فورميشن فيه، المضله هي اللي فيها الانهبيتور ريتيكولار فورميشن. فبتديني تو تراكس، لاترال ريتيكولوسبايدر وفنترال وميديا ريتيكولوسبايدر. اللاترال ريتيكولوسبايدر بتطلع من الميدالا ريتيكولار فورميشن اللي هو الانهبيتور للماسل تول، بتعمل كروس للكونترا لاترال سايد. ساعة ما تسمع ان في ديسندنج بلاد اتراكت انهبيتور للماسل تول يبقى بتعمل كروس. انا قلت القاعده دي، فده بيعمل كروس فانهبيتور للماسل تول. الفاسيليتاتوري اللي هو الفنترال اور ميديان بينزل اكسي لاترال، بيطلع منين؟ من البونتاين ريكولار فورميشن، وده فاسيليتاتوري ميديان فاسيليتاتوري للمصر كله. واحد بيجي في الامتحان يا اخي انا فاكر ان في واحد من الريتيكولوس باينر تراكتس فاسيليتاتوري وواحد انهبيتور، جاي لي في الاختيارات ميديان او فنترال ريتيكولوس باينر ومكتوب لي تاني لاترال ريتيكولوس باينر. نزل عليا سمرنا في الامتحان مش عارف مين اللي زود الباص الطول ومين اللي قال ده. قول له بمنتهى السهوله انت بتقول لي لاترال وميديال او لاترال وفنترال. اهل الشمال هم الخاسرين دايما. اهل الشمال هو اللي انتبهش. لاترال ريتيكولوس باينر افتكرها كده. ميديال ده اهل الجبل اهل الفوز اهل الزياده. يبقى الميديال ريتيكولوس باينر فاسيليتاتوري اللاترال انهبيتوري. كلام سهل ولا صعب يا جماعه؟ كلام كويس. يبقى ما اقول لك الفانكشن بتاعته ايه؟ جزء منه فاسيليتاتور اللي هو مين؟ اللي هو مين يا جماعه؟ الفنترال او الميديا ريتيكولو سباينال والانهبيتور اللي هو اللاترال. الفيستيبيولو سباينال والاوليفو سباينال الاثنين بينزلوا ابس لاترال، يعني ما بيعملوش كروسنج وانا مغمض كده. يبقى فاسيليتاتور ولا انهبيتور للماسل تون؟ فاسيليتاتور. الفيستيبيولو سباينال هنتكلم عنها تاني ان شاء الله. هنتكلم في الفيستيبيولار ابريتس في الايكوليبريا والبوشر ريفلكس هتتكرر تاني ما تلاقوش. وهتكلموا عن التراك دي ان فول ديتيل. يبقى في حاجه اسمها فيستيبيولو سباينال تراك انواعها لاترال ولاترال والاثنين نوت كروس تو ذا كونترا لاترال بينزلوا ابسي لاترال وبالتالي الاثنين استيميلاتور للماسل تون. يبقى لهم علاقه بالماسل تون بيزودوها تاني حاجه لهم علاقه بالبوشر ريفلكس زي ما قلت لها محاضره منفصله. الاوليفو سباينال بتيجي من الاوليفا النيوكليوس المضله الاوبلونجاتا وتنزل على السباينال كور وبتنزل اكس لاترال وفاسيليتاتوري للماسل كور. اخر جزئيه وخلاص يا جماعه احنا ازاي مش هنكتر. احنا خلاص بصوا يا جماعه انا بقول دلوقتي مقارنه لايه؟ للبرنامج. انت بقول لك الفانكشن والافكت اوف فيجن. ده تجميع الكلام اللي اتقال مش حاجه جديده. الفانكشن اول حاجه بتساعد عامل مساعد ده اسيستنت لمين؟ للبيانات. رابع حاجه هنا في البيانات ده التراك بالكوردينيشن اوف ايزوليتد سكيب ذا ماسل بول. عشان ما فيش واحد يجي يقول لي يا دكتور انت بتتكلم في البيانات ده قلت لي ان الاوريجن بتاعها اريا 6 والاكسترا وايت بيعمل ده الاوريجن بتاعها برضه في اريا 6 تغطيه ليه ما بتعملش فاين موفمنت؟ مش كلام ده سؤال منطقي؟ ليه الاكسترا وايت ده ما بتعملش فاين موفمنت؟ لكن مينلي بيشتغل على حاجه اسمها بروس موفمنت بشر موفمنت. لان بمنتهى البساطه لما تيجي تشوف الباسوي بتاعها هتلاقي اغلب الباسوي الفايبرز بتنزل على حاجه اسمها جاما نيورونز. مش عارفين حاجه اسمها جاما الفا بتاعت كده وانا البيانات مينلي بتنزل على الالفا انت بتقول اس اكسبنت جاما خلاص. فبالتالي هتتحكم
في الفاين سكيل في كلام هيجوم زائد المصدر الاساسي اللي البعض دي لها دور. الاكسترا ميرابيدال بتنزل مينلي على الجاما اند تو ليس اكستنت اوتر، فمينلي مسؤوله عن ايه؟ الكروس موفمنت اللي هي البالكي ماسل البوتشر موفمنت، هي ممكن تساعد بيرد. انا راجل باخد سيرتن بوزيشن دي مساعده، يبقى هيد بايراميدال تراك الكوردينيشن ايزوليتد موفمنت. البلاننج والبروجرامنج مش قلنا يا جماعه مسؤوله دي سته وهي اربعه موتور كورتكس مسؤوله عن البلاننج والبروجرامنج اللي هو الموتور كورتكس. كوردينيت جروس موفمنت وانا ماشي كده سب كونشس موفمنت جروس موفمنت، مين المسؤول عنها؟ الاكسترا بايراميدال تراك. الجيل الكوليدرام عند اشخاص بادي بوستشر، عشان انا قلت لك البالكي ومصر دي مسؤوله مني عن البوستشر البادي بوستشر والاورينتيشن اوف ذا بادي، والكوليدرام مسؤول مني اكسترا بايرانا لان دي البالكي مصر. انت مش هتقف على صبعك لكن تقف على ايه؟ على رجليك اللي متحكم فيه البالكي اكزيال مصر، صح ولا لا؟ كلام كويس. ريجوليشن اوف مصر تور بعض التراك فاسيليتات اللي بعضها الهيكتوري زي ما قلنا. كنترول امبورتنت فيسرال فانكشن، عشان انا قلت لكم يا جماعه اكسترا دايناميك ان السندنج تراكت اذر سانز دايناميك، يعني مش انا اللي قلتهم دول بس، لا انت غيرهم. مش في تراكت يا جماعه بينزل من الريسبيراتوري سنتر بالكنترول ماسل اوف ريسبيريشن وده اكسترا دايناميك. مش في السندنج تراكت بتروح تعمل كنترول للتون بتاع الارتريول اللي دي السندنج وهكذا، فبيقولوا عليها ايه؟ امبورتنت فيسرال فانكشن. يبقى هقول لك الفانكشن دي سي سؤال شورت اي سؤال كتير وشكل الفانكشن ايه؟ هي خلاصه الكلام اللي قلناه بتساعد البيراميدال تراك، لكن ماشي هي الاساس في انيشيشن اوف فاين سكيلد موفمنت. ولذلك لما يجي يحصل ليه ما توقعش ان يحصل فيه بلانز، ما بيحصلش لوس اوف فاين سكيلد فلانتري موفمنت. انا مش هقول عن كده. يبقى اول حاجه ليه المانيفستيشن اوف ليجن ان يحصل ديفيكالتي ان انيشيشن اوف فاير سكيلد فولنتري موفمنت، يبقى في صعوبه شويه لو حصل ليجن فيه، لكن ما تحصلش لدرجه باراليس، ما يحصلش باراليس. يبقى مع البيراميدال تراك ليجن يحصل باراليس ليه؟ لان البيراميدال المسؤوله عن انيشيشن اوف فاير سكيلد فولنتري موفمنت، لكن الاكسترا بيراميدال ده مجرد بتعمل كنترول للبوستشر للاكسيال ماسل موفمنت نوت ديفاين سكيلد فولنتري موفمنت، وبالتالي نو باراليس. هلاقي في امبيرد اورينتيشن او بوتشر ريفلكس لان انا مسؤول عن البادي بوستشر، صح؟ البالكي ماسل. اوفر دي ماسل تون سواء بالزياده او النقصان تابعا لنوع مين؟ التراكت اللي افكتد. ابنورمال انفلانتري موفمنت، ما تيجي تاخد البيزا الجنجل هتعرفوا ايه يا جماعه؟ ان لما يحصل ليجن في البيزا الجنجل اللي هي وان سورس او وان اوريجن للاكسترا بيراميدال هتظهر سم ابنورمال موفمنت. يعني تلاقي واحده وهنتكلم عنها ساعتها حاجه اسمها كوريا، تلاقي بنت حلال وطيبه عندها 20 سنه 15 سنه وقاعده بدور عليها تلاقيها فجاه بتعمل حركات غريبه، تلاقيها بتحرك راسها كده بتحركها كانها بتعمل دانسنج خلاص وعايزه تعمل بروبوز للموفمنت، فتلاقيها وهي بتعمل كده عشان الناس ما تضحكش عليها تعمل كانها بتحرك ايدها بتاعت الاشارب مثلا. دي ده خلاص ده حاله مرضيه يا جماعه، دي حاله مرضيه. انا كنت عاملها ومصورها فيديو وحاطط فيديو على فيديو الحاله بالشكل ده كانت موجوده عندي على اليوتيوب. كانت بعنوان اللي هي الاكسترا بيراميدال تراك اللي مش الاكسترا بيراميدال اللي هي الليزر جاج يعني. كان الجزء ده في كوريا وكانت فيه صوره كويسه او فيديو صغير كده بيوريك شكل المهم. يعني بمعنى اخر ما حصل ليش الاكسترا بيراميدال ممكن يحصل امور من هديك مثال بسيط قوي هتعمله في حياتك. بالذات وانت لسه متخرج جدا، انا خلاص خلصت علشان عارف ان الناس ايه عايزه تخرج يعني زي. بس اخر نقطه حته كلينيكال لكم يا جماعه، لما تتخرجوا هتعملوا كوارث كتير ما تتجوزش خلاص. انت دلوقتي عيل بيرجع كتير، ركزوا يا جماعه، عيل بيرجع جامد وجاي لك من العياده وانت لسه ايه ما تعرفش الالف من ما اعرفش ايه، مجرد حافظ كلمتين وما لسه ما طبقتش حاجه في اي حاجه، وتعرف بس ان ايه ان في حقنه اسمها مثلا برمبران هداها لك ايه اللي توقف في التربيه، فانت عاوز الشهر بيرجع كويس انت الوقت المناسب. لو كنت اتاخرت شويه كان الولا جراله والولا عمل له، فانت زي الشاطر كده قال لها بس الحقنه دي كمان عشان تزود الكارثه اللي هتيجي عليك. فانت دلوقتي كنت جايب الحقنه وزي الشاطر ما تعرفش بقى ان الجرعه لازم تبقى متظبطه وجرعه صغيره وان وان وان، قمت جايب البنفران دوت يلا امسك الورق انت فيه كويس مش عايز حركه عشان ما يتعورش، قمت جاي مديله الحقنه على طول الورق خدها من هنا برق وقعد يشطط وقعد يتحرك كده حركات غريبه. الفلان ده المهم اللي حصل ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الجرعه دي لها حساب معين،
انت تديك جرعه زياده. الدواء ده بالذات لما يتاخد جرعه زياده بيعمل اكسترا غيلاني بنفيستيشن. اكيد انت عملت اكسترا غيلاني بنفيستيشن. الولد تلاقيه برع وشدد وشد كعبه بيموت. الست هتسيب العيل وهتطلع الوضع صح ولا لا؟ علشان ايه؟ عشان انت ما ذاكرتش عشان ما ذاكرتش الليزر جانج دي اللي انا هاخدها ان شاء الله. ثم بورد بالريستي صايد. يبقى دلوقتي تو سمرايز الكلام اللي احنا قلناه النهارده كده يا جماعه. يبقى احنا اتكلمنا على هاو تو كنترول فلاتر النومن ثم دي يا جماعه بالريستي صايد هاو تو ها بس 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 بيراميدال تراك اكسترا بيراميدال. طب بسرعه كده ويتش ديسيندنج سبايرال تراك is concerned with reflex proportional movement in response to visual stimuli. يعني لو دوكش دي لما حركت ايديا كده قدام عينيا يبقى اسمها ايه؟ ريتيكو سباينر؟ لا كورتيكو سباينر؟ لا امال مين؟ اللي فيها سوبيريو انفيريو كوليكولاس التكتو سباينر. التكتو سباينر هي مسؤولة عن هذه البوتشرال فيجوال بروتكتيف. طيب هما ثلاث اسئله، الاسئله الثانيه بعد خالص. Which one of the following track is a pyramidal track؟ ها؟ طبعا مين؟ كورتيكو سباينر. دي بيراميدال. ليجن ان ويتش تراك كوزز هايبرتونيا. لما يقول لك ليجن في تراك بتعمل هايبرتونيا يبقى معناها التراك دي ايه؟ انهبيتور للمسل 2 دايما بقول نفي النفي اثبات. صح ولا لا؟ اما كونتراك بتعمل انهبيشن للمسل تون يبقى ليجا في هذه الانهبيتور تراك تعمل فاسيليتيشن. طب مين اللي يعمل انهبيشن؟ الريتيكولو سباينر في فيرترال والاقرب يبقى مين؟ الاقرب. مش احنا قلنا اهل الشمال يا جماعه الاقرب الريتيكولو سباينر الاوليجو سباينر والفيرترال والاقرب الريتيكولو سباينر لا الريتيكولو سباينر والاوليجو سباينر بينزلوا في السيم سايد هي مالوش كروس وفاسيليتاتوري توتال للمسل تون. ما اسمع كلمه ريتيكولوس باينر يبقى فكر هل هي فيرترال ولا لاترال؟ لو فيرترال او ميديا يبقى فاسيليتاتي. لو لاترال يبقى انهبيتري. يبقى الحاله بتاعتنا دي الاجابه هي ايه؟ اللاترال ريتيكولوس باينر لانه انهبيتري فما يحصل ليشن فيه هيحصل فاسيليتيشن للمسل 2 زي ما احنا متعودين يا جماعه. هذا ايه؟ الريفلكس بتاعنا. الامور سهله ولا صعبه يا جماعه؟ بالتوفيق ان شاء الله.